مجددا صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك صباح الخير. اشتقنا لك الحمد لله على السلامه. لك العافيه الله يخليك، نشكر حمدك. الحريري ينتظر ولا يعتذر، يكلف ولا يؤلف، لا يتنازل ولا يتبادل. الى اين؟ الى ان يقضي الله شيئا. كان مفعول بس كان مفعول. طيب. لك في حلقه مفرغه صار لها 6 شهور. صحيح، هذا شغله خطيره. اي بدون شك هذه شغله خطيره، خصوصي بهذا الوقت اللي نحن فيه، يعني بالوقت اللي بيكون فيه رئيس جمهوريه للبنان مثل العماد ميشيل عون، مش مفروض الامور تكون ماشيه بهذا الشكل، خصوصي بعد انتخابات نيابيه بناء على قانون جديد ارتضوه كل اللبنانيين، كل الاحزاب اللبنانيه الاساسيه، قانون على صعيد النسبيه مع صوت تفضيلي، صار في مجلس نواب بتكتلات جديده. يعني كان مفترض الحكومة تطلع من 4-5 أشهر، هلأ صرنا ببداية الشهر السابع بعد ما في عنا حكومة. للأسف كمواطن لبناني بسمع كمان المواطنين الآخرين عم يطرحوا السؤال كتير كبير، ليش توصلنا لهون؟ شو هي الأسباب يلي والعرائيل عم تنحط بوجه إذا بدك الحقيقة أنه تقليعة العهد الفعلية، لأنه هو فخامة الرئيس كان يقول على طول أنه أنا بعد الانتخابات النيابية بدها تكون هذه حكومة العهد الأولى، لأنه الأمال كتير كبيرة عنا إياها على فخامة الرئيس عون مع الحكومة بده يتعاون هو إياها مع المجلس النيابي الجديد حتى ينتقلوا بلبنان إلى مكان متقدم، إلى مكان كلياتنا نحن نتمناه، لأنه بكفينا السنين الماضية يلي عشناها بالغوغائية وبالفساد وبالهدر وبالسرقات شمال ويمين، إلى أن وصلنا اليوم إلى قعر الوادي. إن شاء الله يعني بعد في عنا مجال للخلاص، والخلاص بيكون بتشكيل حكومة متجانسي أكيد. الحريري رئيس المكلف راهن على مرونة حزب الله بالحكومة وعلى الغطاء الكبير الذي يؤمن الرئيس العماد ميشيل عون بموته ودلته كمان على حزب الله بموضوع السنة. صحيح. وبقابل أنه هو بيعتبر مسلفه لحزب الله في موضوع المحكمة ومسلفه لحزب الله أنه تجاوز كل العراقيل وكل الاحتجاجات العلنية وغير العلنية في موضوع. صحيح. وزارة الصحة. صحيح. ما زبطت هيدي الحسابات؟ من الذي أخطأ بحق الثاني، أو من الذي أخطأ في رهاناته في هذا الموضوع، حزب الله أو رئيس الحريري؟ لك تأليف الحكومة هي مسؤولية الرئيس المكلف بنهاية الأمر حسب النصوص الدستورية، هو الرئيس المكلف، هو يلي على عاتقه أن يقوم بتأليف الحكومة ضمن استشارات بقوم فيها مع مختلف الأطراف. هلا حسب ما سمعنا من سماحة السيد حسن نصر الله لما قال أنه نحن هذا الموضوع كنا طرحينه ببداية الحديث، حتى الرئيس بيرلي كمان قال أنه كمان موضوع التمثيل السنة المستقلين أو الاسم اليوم اللقاء التشاوري كمان هذا الموضوع انطرح. هلا يمكن ما أخذ بالجدية الكاملة لأنه كان في إشكالية كتير كبيرة إلى علاقة بهذيك الفترة بتمثيل القوات اللبنانية أو حتى تمثيل الوزير وليد جنباط أو الطائفة الدرزية. يعني من هون أنا فيني أقول كمراقب يعني بعتقد أنه ما كان في سوء فهم لهذا الواقع، انطلاقا من الحديث اللي قاله سماحة السيد نصر الله واللي قاله كمان دولة الرئيس بني. ولكن كمان السؤال اللي بينطرح، هل يا ترى هذا شيء سبب جوهري كتير أساسي حتى نحن بس نوقف عنده ونجمد تشكيل الحكومة؟ لأنه بنهاية الأمر لبنان كلياتنا بنعرف أنه معودين على صيغة لا غالب ولا مغلوب، لأنه ما فيك تكسر فريق مقابل فريق آخر، لأنه نحن لبنان وضعنا يعني إذا بدك دستورنا وطبيعة حياتنا السياسية نظامنا توافق، يعني ما نكون في توافق حول الصيغة الحكومية اللي بدها تطلع. وكلياتنا بنتذكر أنه صحيح أنه كان هناك نواب سني بيطلعوا 10 خارج نطاق العباء الطيارة المستقبل، شئنا أم أبينا هدول أشخاص موجودين، هلا كافية الاعتراف فيهم تقدر تحطهم أنت بالحكومة، هذا موضوع بده يتولى دولة الرئيس. بالرغم من العلاقة الجيدة والطيبة والممتازة والاستراتيجية والعالي جدا والسقف العالي في العلاقة بين فخامة الرئيس سماحة السيد نصر الله بين تيار الوطن الحر وحزب الله، في نوع من عتب وملامة بمحبة، مشان تكون
صادقين مع انفسنا مع العالم، هذا الواقع، وهذا الكلام نشلح الكفوف ونحكي بصدق مع الناس. هذا الواقع. في نوع من عتب من حزب الله على التيار الوطني الحر وعلى السياسه المتبعه تتبين بتبين بعده شغلات، بيقولوا انه نحن بنحبكم انتم بتحبونا على جنب، ما قالها عليه، لكن كلام فخامه الرئيس بالذكرى الثاني لانتخابه، لا انتخابه، كلام كان واضح، بيعتبروا انه هذيك اليوم وقت حكي كمان عن موضوع ام الصبي حمال اوجه، هذا الكلام كلام الوزير جبران بصير انه لا هيدا بيفرض ولا هيدا بيستأثر، صح كمان، وكلام الوزير اللي اسمه صعب نهار السبت يلي نحط على الاعلام انه اخطأوا بالشكل، اخطأوا لقاء التشاوري السن، بحسوا انه في موقف ضمني مؤيد للحريري وموقف علني للتسوية بهالكلام يلي عم ينقال. حزب الله بيقول عن تيار الوطن الحر تحرك الوزير جبران باسيل مشكور هذا التحرك، لكن في تأييد ضمني للشباب. انت كيف تقرأ هذه المواقف كلها سوا؟ بدأ أكيد من رأس المواقف يلي هو موقف فخامة الرئيس. لك أنا فيني أقول لك الشيء اللي قاله الوزير باسيل لما بدأ إذا بدك الحركة السياسية تبعيته بزيارته لدولة الرئيس الحريري واجتماعه مع لدولة الرئيس بري واجتماعه مع الرئيس الحريري بعدين ومع النواب اللقاء التشاوري، قال هناك اعتلال في الشكل وقبول في المضمون. يعني هذا موضوع كثير مهم واساسي، لما بقول لك انا اعتلال بالشكل ولكن المضمون مزبوط، بس يعني عم بيتم التركيز على الشكل، لا لكن اكثر شيء يعني اذا بلاحظ حتى لو كان عم بيتم التركيز على الشكل استاذ جورج، بنهايه الامر بده يكون في هناك من اتفاق وتسويه ما تصير، مثل ما بقولوا لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. نحن هذا الواقع السياسي تبعنا، بتقلي كل واحد بيبقى محصن وراء الموقف تبعه من منطلقات خاصه فيه، منطلقات يمكن لها علاقه بالموقف السياسي، ولكن هذا لا يمنع انه هناك محاولات بدأت وعم بكفيها الوزير باسيل بالاتصالات تبعيته لحتى نوصل لمكان ما يكون في هذا الاتفاق ونكون في عندنا حكومة جديدة إن الله راضي. إذا بتسمح في مجلس أعلى للدفاع برئاسة فخامة الرئيس الجمهورية عماد بشير عون بأسر بعبدة وزميلي نانسي صعب بتوفينا بأبرز ما ستكون عليه بنود هذا الاجتماع، هو المعلم منه الوضع الأمني في البلاد، لكن نشوف نانسي ماذا يمكن أن تزيد من معلوماتنا ومعطياتنا حول هذا الموضوع. أهلا نانسي، يعطيك ألف عافية. صباح الخير جورج، لعلك ولضيفك أستاذ أمل ويعطيك صباح النور كمان. جورج، طبعا النشاط ببعبدة على قدر مزدوج من الأهمية، أولا بين اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ومعروف بالشكل أنه المجلس الأعلى للدفاع اليوم يضم عدد من الوزراء اللي موجودين ويتولون حقائب أساسية من الداخلية والدفاع، المال، الاقتصاد، العدل، طبعا يغيب وزير الخارجية والمغتربين كونه موجود خارج لبنان، ولكن إذا أمكن القول الوزارات الأساسية اللي عادة تكون موجودة بالحكومة هي ممثلة اليوم بالمجلس الأعلى للدفاع، مضافا إلى كل هؤلاء قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اللي موجودين من قائد الجيش إلى المدير العام للأمن العام إلى مدير عام أمن الدولة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وأيضا قضائيا أكان على مستوى مدعي عام التمييز أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وبالتالي يمكن القول أنه هيدا ربما يكون اجتماع مصغر لكل عناصر الأساسية للدولة. طبعا المجلس الأعلى للدفاع يتناول اليوم تفاصيل الإجراءات الأمنية اللي يفترض أن تتخذها الأجهزة الأمنية والعسكرية بفترة الأعياد، ولكن معروف جورج أنه هناك عدد من الملفات الأمنية يلي حصلت خلال الساعات الماضية، أكان من إطلاق النار اللي تعرض له الجيش ببعلبك وغيرها من الملفات الأساسية، بالإضافة طبعا إلى التهديدات الإسرائيلية اللي عم بتكون ماثلة بشكل دائم للخرق الجوي يلي عم بتقوم فيه إسرائيل خلال الأيام الماضية، وامبارح كان مكثف جدا على علو متوسط وصل إلى بيروت والبقاع بالإضافة إلى عدد من قرى الجنوب. وبالتالي كل العناوين الأمنية حاضرة، مع العلم طبعا أنه ربما لبنان نسبة إلى كل الدول المحيطة فيه هو من أكثر الدول يلي يعيش استقرارا أمنيا وعسكريا. جورج، بالإضافة إلى يعني اجتماع المجلس الأعلى للدفاع يلي كان سبقه خلوة بين رئيس الجمهورية عماد ميشيل عون ورئيس الحكومة حكومة
تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أيضا، يفترض أن يكون يعني تناول العناوين الأساسية لهذا الاجتماع، ولكن أيضا تطرق بشكل أساسي إلى الملف الحكومي. نعلم أيضا أنه كل هذا المشهد يتزامن مع حراك يقوم فيه رئيس تيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، كان رجع أطلقه بالأمس من عين التين بلقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن بهذه الأثناء وبانتظار بلورة كل المشهد الحكومي مع احتمال أن نشهد من بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ربما عدد من الاجتماعات، أو حتى إذا لم يكن هناك أي اجتماع، ولكن هناك كان اجتماع تنسيقي بشكل دوري عم بيتم بين الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل، كما أكد الوزير علي حسن خليل، لسيما أننا نمر بمرحلة دقيقة جدا تستدعي هذا التنسيق الدائم. نعم نعم نعم. مع رئيس الجمهورية. ولكن خليني أشير جورج. نعم. إلى التطمين الأساسي. بس خليني انتقل في مداهمة عم بتصير بهيدي اللحظات، برجع لك ناسي إذا بتسمحي، رح أرجع لك لأنه هلا عم بيقولوا لي في مداهمة، ننتقل لها مع زميلي لارا الهاشم. خليكي معنا ناسي إذا بتسمحي، بس ممكن تفيدنا زميلي لارا باللي عم بيصير؟ نقطع الخط. وين المداهمة؟ بينت ما سن الفيل. اوكي، بينت ما يرجع الخط مع زميلي لارا الهاشم. لارا قولوا لا لا لارا انه مش عم نسمع. مداهمة بسن الفيل. مولدات الكهرباء. فينا نرجع لزميلي نانسي؟ هلا مداهمات استاذ امل مطرات. هلا بنرجع للمو. هلا في موتورات عم تتصادر. امبارح تم مصادره احد المولدات اذا الحدث اذا ماني غلط. طيب. خليني ارجع انا وياك بالعوده لزميلتين نانسي ولارا. لارا معنا؟ لارا تفضلي. لارا تفضلي. لارا نعم جورج، لليوم التالي اذا. نعم، لليوم التالي وزارة الاقتصاد تنفذ أيضا بمساعدة البلديات يعني القرارات القضائية بمصادرة مولدات الكهرباء لأصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بتركيب العدادات وهم الذين يعتبرون مخالفين. اليوم المحطة التالية بعد مدينة أو بعد بلدة الحدد هي بلدة سن الفيل التي وصل إليها مراقبو وزارة الاقتصاد بمؤازرة البلدية لمصادرة مولدين، وهن لي صاحبهم فادي مرهج، هو يمتلك مولدين وهو يوزع على عدد أو على مئات الأشخاص في منطقة سن الفيل. إذن بعد ما كانت الحدث المحطة الأولى البارحة، اليوم انتقلت وزارة الاقتصاد إلى بلدة سن الفيل لتنفيذ هذه المداهمة وبالتالي لمصادرة المولدين إلى حين التزام أو إلى حين تسوية الوضع القضائي لصاحب المولد. إذن اليوم ستستلم البلدية هذين المولدين بصفتها حارس قضائي، ستكون البلدية هي الحارس القضائي. إذن بحكم الإشارة القضاء تم وضع هذين المولدين بعهدة وزارة الاقتصاد، ووزارة الاقتصاد هي اللي وضعت البلدية حارس قضائي على المولدين، وبالتالي ستستلمون البلدية وستتولى تشغيل منذ لحظة وضع اليد على المولدين إلى حين تسوية الوضع القضائي لصاحب المولد. ولكن في هذه الأثناء وفي غضون هذه الفترة إلى حين تسوية الأوضاع تبقى الكهرباء يعني متوفرة للمواطنين بشكل طبيعي وبشكل دائم كما كان الوضع عليه قبيل تسلم وزارة الاقتصاد والبلدية هذين المولدين. شكرا لك زميلي لارا الهاشم، أكيد رح أكون معك إذا بعد هذه المعطيات تستكمل بجولات ميدانية على الأرض ومداهمات من قبل وزارة الاقتصاد. شكرا لك زميلي لارا الهاشم. ونعود إلى ضيفنا الأستاذ أمل أبو زيد النائب السابق. اهلا وسهلا فيك. عذرا لكن لا بالعكس، هذه مواضيع مهمه اساسيه عم بتصير. بانتظار نرجع ايضا مع زميلي نانسي صعب، بعدين بنكمل نحن وياها اللي كانت عم تتفضل وتقلنا هي على شو عم بيراهن رئيس الحريري وشو عم بيراهن حزب الله. قبل ما حتى كفي كنت انا عم بقوله قبل، قلت لك انه هناك جوله من يعني من المباحثات عم بقوم فيها الوزير بسيط. بعدين شيء كثير مهم انه نحن لما بنقول انه ممكن يكون في تباين بين حزب الله والتيار الوطني الحر، هذا شيء طبيعي
انه بالاساس يعني ما في شيء ايدنتيكال، ما حدا مثل الثاني. كل طرف سياسي في عنده مواقف معينه، ولكن هذا لا يمنع انه بالمواقف الاستراتيجيه الكبيره بعده التيار الوطني الحر وحزب الله متفقين مع بعضهم في تنسيق كامل، وفينا هذا الشيء ببين على اثر الزياره الانفيه والاجتماع اللي عمله الوزير باسيل مع سماحه السيد حسن نصر الله اذا متذكر، بعد اللقاء الاعلامي اللي عمله فخامه رئيس الجمهوريه. بقى انطلاقا من هون انا اللي بقول لك اياه، انا قناعتي الشخصيه انه هلا نحن في عندنا طرفين، كل طرف معتبر حاله انه هو اللي معه الحق. تفضل. في عنا لقاء تشاوري وعنا دولة الرئيس الحريري. طيب إذا بتسمح معي هلأ بدنا نرجع كمان صاحب الموالد يدلي بدلو. نتسمع عليه بالعكس. تفضلوا نقولونا عن صاحب الموالد. مش مركب عدادات تجوا بتعملوا شوشرة بقلب الضيعة. نحن هون ضيعة. بتبرموا على العلب. في عدادات ما في عدادات لكم حق تجوا. أنت ليه معصب هالقد؟ معصب لأنه نقصتونا افتكرنا في شيء. شو ليه معصب؟ بدقونا نحن أولاد المنطقة فوق. نازلين لهون 700 واحد قوة عشو في عدادات ربرموا على العلب. أنا لو بكون هون مسؤول ما بخليكم توقفوا دقيقة. شو عم تقولي؟ الوزارة عملت في نظر وفي كاميرات تبرمي على العداد. أنت يا وزارة قلت ما في عدادات، هيدا عدادات مش هاي كلها ولو خلصت الدنيا. الوزارة قالت وأنا عم بقول لك يمكن أنا كذاب ويمكن الوزارة كذابة. بس ما ركبوا لنا عدادات. ما معقول يركبوا ببناية مثلا 3 عدادات 4 عدادات والرابع يقول لهم ما بدنا نركب لك. يا بيركبوا للكل في مهل عطاها القضاء. يا مش معقول القضاء يكون تحرك وعطى إشارة. القضاء عطى مهلة 4 أشهر بلشوا حضروا وعملوا وركبوا. نام القضاء وقام بدنا عدادات. ناس عارضت ناس ما عارضت. عمل القضاء مهلة وبعد ما خلصت بعدهم عم بيركبوا. ما في. أنا إذا بعطيك 50 عداد هلا لا تركبيهم بهالبناية وبهالبناية بدك شهر لتخلصيهم. الجماعة عم بيركب. بس انت بدل ما تكون مواطن وعندك حرص على انه الدولة عم تحرص على مصالحكم، ليه هالقد اخذها شخصي؟ الدولة بتحرصها بكروتة التشريج، بسرقة المواطن، بالحفظ الامن، ما بتحرصها جونتير وعداد وقوة وخبرية. يا اخبار السعديين هيدي. شو بتقلي؟ جيب الكهرباء. وزير بطل طفوا المطارات نص ساعة ما قدر دور الدولة نص ساعة البلد، يجيب الكهرباء مدى الحياة ويرتاح من سألتهم وجيتهم لطبع المطارات. يرتاح منهم. يلا شكرا. أنا شكرا وزير. شكرا اي مرحله ما بقدر اجيب كهرباء نص ساعه. شكرا لزميلي لارا الهاشم. الكهرباء بيرتاح من سائلتهم ولا يعمل مشكله مع العالم. شكرا. اذا هلا اصحاب المطارات اخذوا قرار شالوا المطارات نهار الاحد الساعه 2 بالليل وضبوها، بتقدر الدوله تغذي مازوت؟ شكرا. قد استمعنا الى صاحب الموالد لخلى ولا بقى بالدولة اللبنانية. اذا مصادري له مطار وهي كيف أو مش هاتوا صاحب مطار كمان هاتوا مواطن من المواطنين هونيك يعني. لا هو صاحب المطار. فهمنا اذا انا فهمين غلط يعني. على كل حال زميلي لارا بالصحيح لنا. على كل حال طيب بنكمل نحن وياك. بنكمل استاذ امل. تفضل. لا بليك مثل حتى نرجع نحط الامور باطار الصحيح. يعني الموضوع هو في عنا 6 وزراء 6 مقاعد وزارية للطائفة السنية الكريمة، وفي عنا لقاء تشاوري كمان مؤلف من 6 نواب. عم بيصر انه يكون في عندهم هن مقعد وزاري واحد الاشخاص يمثلون او شخص اني ممكن بيتفقوا عليه. بنهاية الأمر ليش حتى ما نكون نحن بعد كل واحد هلا متمسك بالموقف تبعه الرافض الى ان بدهم يوصلوا لقناعة كاملة أمام إذا بدك رفض الناس وأمام طلب الناس إنه خلص يا جماعة بقى اتفقوا. لا يعني مثل بقولوا وزير أو وزارة ما رح تقدم متأخر. يعني من المفروض إنه بدولة الرئيس الحريري على رغم كل اللي صار يلاقي حل هو والرئيس الجمهورية إنه لاستيعاب هذا المشكل. ويعطونا الحل يلي بيرضي الجميع. يلي يعني بنهاية الأمر مثل ما عم نقرأ اليوم كنا أنه الوزير باسيل عم بيقول أنه ممكن يكون في عنا حكومة قبل الأعياد. أنا والله كنت بالأو تي في من فترة يمكن شي 3 أسابيع 4 أسابيع وبتذكر قلت أنه في صعوبة بيكون في عنا حكومة. عم بتقلنا زميلي لارا أنه في مشكل صاير. طيب تنشوف بصير في مشاكل كتير بعد الموضوع. تفضلوا لارا سمعينا. وأكيد ما أنه مفعلون اليوم منا بالهوبرة وبهذه الطرق. يعني هو مستشار وزير الاقتصاد رائد خوري يتحدث ويروي حقيقة ما حصل. نعم. وأيضا يرد على كل الاتهامات اللي أثارها أحد المواطنين اللي كان عم نستمع له منذ بعض. برجع بكرر
الزلمة صاحب الموتور عنده 160 مشترك، هو اللي كاتب المحضر، هو اللي باعترافه هذا الموضوع. عنده 34 عداد منو شغلينهم. شو يعني للمنظر للديكور ايه منصوره ومنو ماشي؟ لا، اليوم القانون بده يتطبق وعلى الجميع. انا عم يتهموكم بالاستعراضات. القضاء ما بيستعرض، القضاء بيطبق القرار. واليوم انتم مكملين بكل المناطق اللبنانيه الاخيره، ولا انه هي بس مساله كم يوم وبعدين الامور بترجع على؟ لا، رح تكمل. اللي شفتوه امبارح رح يكمل، وهيدا مستمر. وبكره في اطلاله للوزير على التي في بحلقه تلفزيونيه، كمان رح تشوفوا هذا الموضوع. صاحب العداد، المواطنين عم بيقول انه هن مركبين وماشي الحال، فرجيني العداد ماشي لحن المراقبين هون. تفضلي. انا بدي اسال سؤال، معلي انا بدي احكي. انا خيو لصاحب الموتير، القضاء بده يحجز الموتير، خليه يحجز الموتير، ما عندنا مشكله. والبلديه بان بيجوا يدوروا الموتير يحطوا مزود ويجربوا ويدوروا الموتير، ما عندنا كمان نفس الشيء، ما عندنا مشكله. نحن تحت القانون، بس طلع القرار قالوا لنا بتركب، عم نركب عدادات بالسوق، في مطارح عدادات ركبناها ما زبطت ديجيتال، قالوا لنا لا ارجعوا غيرون. اوكي، اجوا من وزاره الاقتصاد الديجيتال ما بيسوى، عم نركب عدادات هذا مثل الديجونتير عم نركبه، وكبنا بنص الشهر. نص الشهر كيف بده يمشي العداد على اي زبون، وزبون راضي معه انه بلشوا من اول الشهر، وفي زبونات ماضيه على ورقه من وزاره الاقتصاد انه هي ما بدها عداد، اتفقنا ان شاء الله اعطيها ببلاش، انا ان شاء الله ما ان شاء الله ياخذ منها 100 دولار بالشهر. انتوا قبل ما يصير القرار نافذ كان اصلا وزاره الاقتصاد انذرت قبل بثلاث اشهر انه هذا القرار رح يصير نافذ. من بعد ما صار، هلا صار مرق شي شهرين تقريبا وبعد ما ركبتوا عدادات، هيدي هي ذرائع تعتبر. لا، عم نركب كل لبنان. ما خلصت؟ عم نخلص، في ما عم نلاقي عدادات مزبوطه بالسوق. لقينا عدادات عم نركبهم، اخي عم يركب العدادات وبده يمشيهم، مش مهرب من العدادات، بس في مهله معلش، يوم 3 4 5 6 عرفتي كيف بيخلصوا العدادات. ما فينا دغري يكوني فكانت ركبنا عدادات ما بيشوا، رجعوا جابوا طول، ركبنا طول الدوله عم يركبهم خيي، وعنده 150 زبون مزبوط، عنده 150 زبون 160 زبون مركب ل 40 50 واحد، ما بعرفش قد ايه صار مركب ومضى على وراء ما بده عدادات. اوكي، نحن هون بدي لكم اياها بالعربي مش ابرح، نحن غير موترات كل لبنان، يعرفوا كل اصحاب الموترات. نحن بجسر باشا اللي اخذ 15 امبير بنقعد منه حق 10، واللي اخذ 10 بنقعد منه حق 5 امبير، وكلنا نحن اهل الضو البلديه مضوينه على حسابنا، كل قاعده البلديه الكنايس كلها على حسابنا، نحن ضايع هون، نحن اهل. نحن ما في عدادات، بس كيف مركبين 34 وما في باقي؟ من وين جبتوا هول؟ بلش هلا عم بجيب، ركبنا 34 بلش عم يركب، اول شيء عم يركب صغير ما مشي، اجى عم يركب تبعول الدوله. شكرا، كيف خليه يكمل لك؟ واضح واضح، وصلت الفكره. العدادات اللي عم تجي بالسوق هي بيكشف عليها الجمرك تكون فيها مواصفات لبنان، ومعكم كان شهرين، هلا قطعوا فتره شهرين مش ملاقيين غير 34 عداد. لا، انا هلا اليوم ما في عداد للدوله، كل عداد في مواصفات لبنان هو فينا نركبه. واليوم فيك تقسم الفاتوره، فيها فاتوره تجي شقفه مقطوعه وشقفه على العداد بكل بساطه، وهيدي عم تطبقها كل يا استاذ زبون راضي بلشوا من اول شهر الجاي. شو ليش انتم ليش اخذينا هيك؟ منا القرار والقانون منه استنسابي، براضي او مش لا بدك تطبقه. ماضي تسال سؤال، زبون اللي ماضي زبون ماضي انه ما بده لحظه ما بده عداد، ليش ما بده صار بده عداد بنص الشهر؟ حدا بيصدق من العالم اذا واحد بيوفر 70% من الفاتوره الشهريه؟ ايه بيصدقوا لانه ما بده عداد. لا لك لا يا استاذ، لا لك لا، لانه اعطيه 15 عم بقول منه حق 10، حق 10 مين بيسعرها ال10 طالما ما رح يطلع وقت مقطوع؟ يا تقبرني، ما رح يطلع وقت تعرف غير على المقطوع. صح، على العداد عفوا 100%. ايه، ما رح يطلع مقطوع. انا متفق انا وياه عمليه تعاقديه. طيب واللي بده عداد اليوم الشكاوى ليش طلعتوا الورقه؟ يا تقبرني الورقه، طلعنا هالورقه وزاره الاقتصاد بلا، انا بجيب لك اياها. يلا لحظه خليك معي، افتح لي السياره ونو. طيب شكرا. القرار سيطبق، ما في استنسابيه، حتى المواطن ما في يرفض، هو منه خيار بين بدي عداد او ما بدي عداد، العداد هو الزامه ورح يطبق القرار. واليوم اشاره من القضاء هو تيحط هذا الموتور بعهدة وزارة الاقتصاد بتعطيه للبلدية. إذا جورج، استمعنا إلى ما جاء في هذا النقاش بين كل من مستشار وزير الاقتصاد الذي أتى لمراقبة عمل البلدية، وأيضا من مراقبي وزارة الاقتصاد لتنفيذ هذا القرار القضائي، ومرة جديدة تثبت الدولة بأن أصحاب المولدات لم يعودوا أقوى من الدولة. عود إليك جورج. شكرا لك زميلي لارا الهاشم. تفضل استاذ عمر. كنا خلينا نرجع انا وياك نحدد المسار. نحدد المسار. كنت عم بسالك ماذا يراهن الرئيس الحريري وعلى ماذا يراهن حزب الله؟ خلصنا هذه لك معطيات خارجيه، بدك تقول لي انه ممكن يكون في المراهنه عليها،
بنهاية الأمر في أشياء داخلية أساسية. نحن أكيد ما عايشين بجزيرة بمنأى عن التدخلات الخارجية والمؤثرات بالسياسة، ولكن في مواضيع خاصة فينا نحن. هذا الموضوع أنا برأيي جزء من السياسة الداخلية، قادرين نقدر نوصل لحل له. مثل ما قال الوزير كمان أنه الفرض ما بيجوز، كمان الرفض ما بيجوز. يعني هذا على شو بدل؟ اليوم ردين عليا معلي عذرني، ردين تفضل. مصادر بيت الوسط اليوم، مصادر الرئيس الحريري بتقول كيف يمكن هذا الكلام التوفيق للوزير بسير، كيف يمكن التوفيق بين الرفض والفرض؟ وهذه انطرحت القضية كمان من فترة. لكن كيف مصادر الحال؟ الحريري عم تسأل الوزير بسير كيف يا أخي بدك توفق بين أنه نحن رفض الاستئثار وفرض الآراء والاحتكار، كيف بدك توفق بيناتهم؟ كيف بده يرضى هيدا ويرضى هيدا واثنيناتهم ضد بعضهم؟ طيب يا استاذ جورج، بسأل أنا السؤال التالي كمان بنطرح الخبرية. طيب لما الوزير وليد جملاط قال أنه أنا بدي 3 مقاعد وزارية، رضي باثنين صح؟ بس الثالث مش لا لو مش لقله بين ما بين بين ما بين. اوكي، كمان احنا بالحل السياسي فيما يتعلق بالموضوع السني ممكن يكون في حدا بين، لانه يعني مش ممكن الطائفه السنيه الكريمه ما يكون في حدا يكون بين يقدر يرضي رئيس الجمهوريه ويرضي رئيس الحكومه ويرضي اللقاء التشاوري كلياته، وما يكون في حتى اعتراض من حزب الله، انه حزب الله عم بيقول انه هذا الموضوع هن اللقاء التشاوري ياخذوا القرار فيه، بدهم حدا من عندهم او حدا هن بيعتبروا انه هذا ممكن يوصلهم. يعني كمان نفس الشيء هذا لما الرئيس الحريري بيقول انه انا قبلت اعطي مقعد وزاري للرئيس نجيب ميقاتي. نعم. ولما الوزير عم بيقول الوزير بس قال انه نحن المقعد المسيحي او الوزاره المسيحيه كما تنعطى لتيار المستقبل بده يسترد رئيس الجمهوريه، صار في عندك 6 مقاعد سنيه كامله موجوده ممكن الواحد يقدر يقرر فيها ضمن اتفاق معين. ملاحظه اذا فضل. تسمح انت بدك تعطيني تعليق عليها ورايك فيها. رئيس الجمهورية رئيس كل البلاد 100%. إذا رجع صارت كتلته مسيحية صرف، فبماذا يتميز عن رؤساء الكتل الطائفية والحزبية الأخرى؟ يعني إذا بده يرجع يحط المسيحي عنده ويرجع رئيس السني يأخذ هذا، ما رح يقبلوا الشيعة يعطوك واحد بيقول له إذا السني رفض ووليد جملات بده يتخذها عذر، مع ان نحن عم نحكي بالفرضيات اللي دغري بتتحقق بالمين. صح، بده يقول لك ما زالوا السني اخذ السني والمسيح اخذ المسيح، ليه انا بدي ارجع بينقض مش بينقض خليني اقول بيرجع بيراجع الاتفاق اللي صار على موضوع الدرز الثالث. والشيعة اصلا رئيس الجمهورية مع بالحكومة هذيك ما كان عنده شيعي، لانه الشيعة بيقول لك انا نحن وياك متفقين خلينا بعاد نحن ولا هلا ولا هلا ممكن. لكن هذا الشيء يصير، شو بده يصير؟ ليك خلينا نتفهم كمان على مع بعضنا على شغله كثير مهمه. رئيس الجمهورية صحيح انه بوصل على رئاسة الجمهورية امتلاء من كونه ممثل للطائفة او يعني كاميروني. هلا بيحلف اليمين الدستورية للحفاظ على الدستور. أوكي. بأزمة سياسية مثل هاي ما بتعود القصة فيها كتير مشكلة إذا كنا إحنا بدنا نفكر إذا رئيس الجمهورية بده يلاقي الحل حتى يكون في حكومة متجانسة تقوم مع بعضها. هل يا ترى هذا المرشح السني اللي ممكن يدخل بكون من مقبول من قبل رئيس الجمهورية من ضمن حصته أو لا، بنحط من ضمن حصة رئيس الحكومة بالاتفاق مع اللقاء التشاوري؟ أنا برأيي هذا بصير موضوع تفصيلي، لأنه بنهاية الأمر نحن بحاجة يكون في عنا حكومة. كل يوم الحكومة عم تتأخر، في كتير إشياء بالبلد عم بتصير والعالم يعني عم بتصير بشيء من النواحي السلبية، لأنه مش حلو ليك شو صار بالشارع امبارح، كلمة صغيرة صارت بحق رئيس الحكومة صار في رد فعل، ممكن هذا الشيء يتناول كمان أطراف أخرى وأطراف أخرى وأطراف أخرى بالمستقبل. نحن إلنا مصلحة نحصن الساحة الداخلية ونقوي المواقع تبعتنا داخليا باتفاق بالاتفاق ونتغاضى. بدنا كمان التواضع شغله مهمه بالسياسه، مش كل شيء نحن فينا نضل نقول لا ونفرضه بنفس الوقت. من هون موضوع الفرض والرفض، يعني بدنا نلاقي بمكان ما كلمه لا غالب ولا مغلوب هي اللي بدها تسود. صحيح انه صار في عندك انت مثل ما قلت انا قبل شوي انه انتخابات نيابيه ومجلس نيابي جديد على يعني تاليف الحكومه على معايير محدده بده يكون من ضمن هالك. نحن لبنان البلد الوحيد اللي فيه ناس بيترشحوا الانتخابات وبقرروا بعد الانتخابات يعملوا بلوك، حتى لو كانوا فاتين بلوائح معينة قرر يصير من هذيك اللي يحروا يعمل بلوك. هم استقالوا فهمت؟ بعرف أنا
فهمت ما بقول لك لا هيك قصدي انا عم بحكي عن معك حق معك حق 100% ولكن ليك حتى لو كانوا من ضمنهم اربع ما بحق لهم ما بنايب حسب حسب المعيار اللي عم بنحكي كيف وحياتك بصدق انت بتعرف حتى الاربعه اللي عم بقولوا نحن هذا اثنين منهم مع كتلة الوزير فرنجي معك انا معك انا مش هذا الشكل والاعتلال هذا الاعتلال بالشكل اللي عم بيركز عليه 100% الاعتلال الاعتلال بالشكل واضح 100% بس بنفس الوقت كمان يعني لما لما بنقال من وين ينسحبوا من الكتل اللي على اساسه ويشكلوا كتله رسميه طب هن يعملوا لقاء تشاوري جديد هل يا ترى هذا اللقاء التشاوري يعني سحبوا ممكن ما بعرف بكسروا لا الوليد سكري على راسي انا قصدي هلا الوليد سكري ما بقى محسوب على كتله الوفاه القاسم استاذ قاسم هاشم مع حفظ الالقاب أكيد للجميع ما بقى أكيد محسوب على أكيد رئيس بري أكيد على كتله التنميه اكيد لا جهاد الصمد استاذ جهاد واستاذ فيصل ما عادوا هذا رجعوا هذا السؤال إذا كانت العملية محسومة فلتوضح إذا لم تكن محسومة عم بيتركوا مجال للتأويل والاجتهادات السلبية ضدهم في هذا المجال حتى الكلام اللي عم بينحكى ليك رئيس الحريري هذا أكيد ما رح تنحسن هذا السلاح المسك فيه رئيس الحريري إنه أنتم فرط عين لو جيتوا لعندي مجموعين كان حديث ثاني هذه الحجة الأساسية طب أنا بتسمح لي أجاوب على هذا حتى لو كانوا فرط عين تفضل حتى لو كانوا مفرطين عينك كم نايب سني في عندك بالمجلس النيابي 27 طب 27 من اصلهم متيار المستقبل كم نايب عندهم 17 في عندك 10 منهم موجودين هل 10 كم وزير بيطلع لهم بس خلينا نبلش نسيري باي كتل عم بحكي اذا كانوا مجموعين بيطلع لهم وزيرين نسير اللي بقى كتل ايه عم بقول لك وزيرين ونص مثل واحد بيقول على النسبه على النسبه برافو عليك وزيرين ونص الكسر الاعلى لمصلحه انا كمواطن اذا بدك عادي عم بنطلق من هالفكره لانه قال في معيار هو كل اربعه نواب مش كل اربعه اعضاء بكتله كل اربعه نواب بيطلع لهم وزير مش هذا اللي انحكى ايرسبكتيف دون على اي كتله هن انتموا هيدا واحد الشيء الثاني اللي بتفهم انا كمان في رئيس الحريري بيقول لك طيب خيي انا هدول يا جماعه ضدي بالسياسه ضدي بالسياسه ان كان على الصعيد الداخلي وضدي بالسياسه على الصعيد الخارجي استراتيجيا يعني مزبوط او لا نعم. ولكن هدول فيك تلغيون موجودين ربحوا بالانتخابات يعني في عندك ناس لو كانوا منضويين تحت تكتل هون او تكتل هون ولكن هو جماعه نجحوا بالانتخابات فيني انا اهضم لهم حقهم بدك تقول لي اوكي السؤال كيف ممكن أنا نعم. كرئيس حكومة كل لبنان بدي يكون أقدر وفق بين أنا عادتي الشخصية اللي أنا عندي إياها وبين الشيء اللي أنا لازم مارسه انطلاقا من قناعتي كمان كرئيس حكومة كل لبنان المعارضة ضمن الطائفة السنية موجودة فيني أرفضها فإذا رفضتها أنا ماني موافق على موضوع الانتخابات النسبية اللي صار كقانون نسبي لأنه بكل الطوائف اللي موجودة بلبنان في عندك أحزاب متعددة وعندك نسب متعددة مظبوط صح هذا الواقع هلا بتقلي الأزمة وين أنه لا بيقول لك أنا ما بدي وإني لا مصرين طب شو بنعمل شو الحل الحل نعم بده يجي هلا ترى الحل بده يجي على مصلحة رئيس الجمهورية وعلى دور رئيس الجمهورية وعلى كتلة رئيس الجمهورية أو الوزراء بده يكونوا من عند رئيس الجمهورية هلا ترى على طول بده يكون التضحية من قبل رئيس الجمهورية بس لحال أو بده يكون تضحية من الجميع لأنه البلد مش بس ملك رئيس الجمهورية بلد ملك الكل كلياتنا معنيين فيه أزمة كانوا يعيبون على حزب الله والجمهور الشيعي خليني أحكيها بصراحة كانوا يعيبون عليهم أنه كل ما حدا جايب سيرة رئيس بري أو سمحت السيد ينزلوا على الشارع قلت هذه صارت وقت الإشكالية الأخيرة صح بين الوزير باسيل الكلام اللي نقال المهم هذا شيء مضى لكن كانوا دايما يقولوا أنه الشيعة بينزلوا وهذا هلأ صار كل ما حدا حكي كلمة عن رئيس الحريري أنا ما أفوت بالصح وبالغلط أنا عم بوصف الوضع كل ما حدا حكي كلمة صاروا عم ينزلوا على الشارع وعم بيصير يلي عم بيصير هلأ الغضب مبرر لكن صارت العملية اللي كان عم بيشوفوه بغيرون عم بيعملوه هني ها من مصلحة الرئيس الحريري أكيد تحريك الشارع أكيد لا هلأ أكيد لا ليك لأنه الشارع القصة عم تكبر يعني القصة عم تكبر بكرة وعم تنقطع الطريق يلي هي الساحلية الشريان التاجي 100% شريان التاجي أنت بتعرف شو أهمية 100%
ما بعرف فينا نطلع على جزينا بنطلع من غير طريق بنصير. بس على كل حال لكن لغة الشارع واللجوء إلى الشارع لغة موجودة عند الكل، واللجوء إلى الشارع عند الكل، ما حدا بيقدر يعني بيعتبر أنه هو قادر يسيطر على الشارع لحاله. هل يا ترى لجوء إلى الشارع بيوصل للنتيجة اللي احنا بنتمناها، أو ممكن ممكن يكون يشكل أذى إضافي للمواقف السياسية اللي احنا هلا عم نشوف التصارع اللي فيها، ويكون في عنده كمان مساوئ على إضافية على الوضع الاقتصادي والوضع المالي والوضع الاجتماعي والأمني بالبلد. نحن حسنت لبنان اليوم على رغم كل اللي صار انه مضبوط أمنيا، وهذه هذا مكسب كتير كبير. مش كتير، لا مضبوط لحد اليوم. ما أدمية عن عمل أجهزة المشكورة، عمل أجهزة الشارع. امبارح يا أستاذ أمل بعلبك بسفنات ومدافع هاون ومدافع مباشرة على الجيش، بعد شوي شفتعد شباب وين ممسوك. لحظة أمنية. خليك معي أنت، نحن معك أنا عم بلفت لك نظرك لأنه يعني جبت بعلبك امبارح اللي عم بقوله. أنا لما بحكي الوضع الأمني الناس اللي بالشارع اللي عم بينزلوا، اللي عم بحكي أنا الوضع الأمني فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية بالأعمال الإرهابية، هذا واحد. ننحن رقم اثنين، أي سلاح بتوجه ضد الجيش اللبناني بأي بقعة من لبنان أو لأي إذا بدك سلطة أمنية، هي هذا شيء مرفوض شو ما بتكون الدوافع تبعيته. لأنه نحن الجيش أكيد ما عم بروح بيتعدى، بالعكس عم بروح بقوم بواجبه يلي كل الناس عم بتطالب فيه، إذا كان شيله علاقة بالمخدرات بالممنوعات بالمسروقات ما لهم حق أن يتصدوا له. وأنا برأيي الجيش في عنده كل التأييد من السلطة السياسية حتى من الناس حتى يقوم بالواجب طبعه على بالكامل. مزبوط. حتى من الأحزاب الأساسيين الموجودين بالمنطقة بعلبك والهرب مثل ما كنا عم نحكي هلا. بتقلي التحرك اللي صار بالشارع امبارح، يمكن هذه التنفيسة اللي بتصير وطلع بيان من عند الرئيس الحريري أو من عند المستقبل إنه هذا نحن ضد أي تحركات بالشارع. البيانات لا بتقدم ولا ما بتقدم متأخر، ولكن أنا برأيي أكيد ما فينا نقوله نحن ما فينا نقوله مع التحرك، ولكن هذا بده ما ضعله حد. مش ممكن إنه هذا يضل ماشي، لأنه حتما بجر إلى تحرك بالشارع من مكان آخر. صحيح. من المستفيد؟ هل نحن عم نجر حالنا إلى مكان نخلق بلبلة وعدم اتفاق داخلي حتى نسهل للعدو الخارجي تحديدا إسرائيل أنه تفوت بيناتنا وتقوم بأي عمل عسكري؟ لأنه بس تكون أنت محصن حالك هوني وطنيا واجتماعيا بقلب البلد بين جميع المكونات الأساسية، قادر ترضع أي محاولة خارجية تفوت عليك. أنا بتذكر شو كان يقول الرئيس ميشيل عون الله يوجهه للخير يطول بعمره، يقول أنا اي عدو خارجي ممكن اتصدى له بتكفل فيه، ولكن الاعداء بالداخل اي حدث ممكن يشكل حرب اهليه، هذه بتكون كارثه كثير كبيره على لبنان. لازم نحن نكون واعيين وجميع الاطراف تكون واعيه وتنبه نفسها وتنبه المحيطين فيها والمؤيدين من اي تحرك ممكن يسيء للوحده الوطنيه. هلا بكمل انا وياك، ناخذ بريك استاذ امل اذا بتسمح لي، بنرجع نكمل حوار اليوم، تكمل بهالنقطه قبل ما نروح على الاماكن اللي انت بتحبها وخبير فيها ونحكي فيها، موضوع أوكرانيا وموضوع روسيا والأنابيب اللي هلأ بدها تنفتح على أمريكا عبر الأطلسي. نكمل بعد. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم، وأهلا بالأستاذ أمل أبو زيد. بس كنت هلأ عم بقرأ إن شاء الله يفتح، بس عم بقول لك إنه رجع حزب الله عم بيقول، إذا بتعذرني استاذ بس تنقرأ هيدي لحظة إذا بتسمح. هو أكد رئيس كتلة وفاء المقاومة نائب محمد رعد أن حزب الله ليس طرفا في أزمة تشكيل حكومة وليس من مفتعلي الأزمة على الإطلاق، وأن الحل في التحاور مع النواب الستة السنة. صح. والعناد والمكابرة لا يعالجان، ومن ينتصر أن نغير موقفنا فسينتظر السماء، ونحن أهل الانتظار من 1300 سنة رجعنا. ما هو فمنذ 1300 سنة ننتظر ظهور إمامنا المهدي، وجربوا معنا في استحقاق رئاسة الجمهورية. كلام كبير
تفضل. يعني مش عم بيصير، مش عم بيضيف شيء جديد الحاج محمد رعد، لانه بقول لك صرنا ناطرين، سماحت صرنا ناطرين من 1300 سنه بعد السيد حسن نصر الله، بعدنا باول 6 اشهر السيد حسن نصر الله قالها بالكلام تبعه، هذا ما في، هذا للتاكيد ما في، ما في شيء اضافي حتى قيام الساعه، بالضبط مثل ما قالوا كمان نفس الشيء وقت كان الترشيح لفخامه الرئيس ميشيل عون، ولكن عم بيحطها هو بالاطار السني انه خلي دوله الرئيس الحريري والنواب اللقاء التشاوري يحلوا هذا الموضوع بين بعضهم. بتقول لي ما في مؤثرات جانبيه، انه قال بتذكر انا انه يلي بيتفقوا عليه هن بين بعضهم انا مستعد امشي فيه، انا ما بعارض. هذا كان موقف السيد حسن نصر الله. يعني هذا الموضوع بتقول لي ممكن يشكل لك نتيجة تبعيته، ممكن يكون في بعض العرقلة لتأليف الحكومة، ممكن هذا الشيء ما عم بيساعد انطلاقة العهد القوية مثل ما كلياتنا نحن بنتمناها، ومثل ما هني كمان ضمنيا بتمنوها العالم. هذا كله بصب بمصلحة واحدة، ولكن بالمبدأ تأليف الحكومة هو بيد رئيس الحكومة. نعم. بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولكن بنهاية الأمر خلينا نشوف الايام الجايه القادمه شو ممكن تحمل معه. شو له علاقه تطلع معطل؟ له علاقه في كلام على جنب وقدام وين ما كان انه في قصه تلت المعطل. هل هذا الكلام يعتد به ويركن اليه ام لا صحه له ولا طعم له؟ لك انطلاقا من الموقف اللي كانوا نحن بنقوله على طول، انه لما بكون رئيس الجمهوريه موجود ويرأس مجلس الوزراء، يترأس الجلسات وبيشارك بوضع المحضر اذا بدك الجدول، الامور المعينه قادر هو يعرضها، ما في لزوم يكون في معه 11 وزير مثل ما هلا عم بنقال. هل يا ترى هذا الطلب اليوم استجد او كان مطلوب قبل؟ انه انا بتذكر الوزير باسيل قال عده مرات بوجود ميشيل عون او الرئيس عون بيبعب لشو نحن بدنا 11 وزير؟ صحيح. يعني هذا منطق منه طبيعي، لأنه في رئيس جمهورية فاعل موجود عم بيطبق الدستور اللبناني كما وعم بيمارس دوره حسب النصوص ما هي بتحكي وبتحكم، ليش نحن بدنا نكون؟ وبعدين في عندهم حلفاء موجودين وقت الضرورة قادرين يتفقوا معهم حتى يقدروا إذا في سبب ما. خلينا نحدد أستاذ أمل، أي حلفاء؟ يعني في مصادر ضمن حزب الله بيقول انه التيار الوطني الحر بده يتحالف مع تيار المستقبل، بيعملوا مش بس المعطل، بيعملوا نصف زائد واحد. اوكي. الفريق المستقبل بيقول لا، الحزب الله بده يتحالف مع مع التيار الوطني الحر، ويعملوا كمان نصف زائد واحد او اكثر، نصف زائد واحد، بيعملوا اكثر من 100%. اي تحالف؟ وين واقف حقيقه التيار الوطني الحر هلا؟ هو بده يعني في عندنا حليف الكل صار؟ لك هو بالزمانات كان يقول هو بيضة الإبان صار. تنقول لك بمجلس الوزراء، حتى بالمجلس الوزراء الحالي، الحكومة الحالية واللي قبل، في كتير ملفات حتى كان يكون فيها تباين بين وزراء التيار الوطني الحر وزراء حركة أمل وحزب الله. هذا واقع كان، لأنه نحن نظرة للأمور يمكن ما تكون هي متطابقة 100%، وهذا دليل صح، هذا مش دليل غلط أبدا، ولكن بالمفاصل الأساسية فيما يتعلق بالدولة اللبنانية والقرارات الاستراتيجية، ممكن بمحلات معينة تتفق معهم، ممكن بمحلات معينة تتفق مع تيار المستقبل. لا، ما بيمنع، لأنه دور رئيس الجمهورية أو دور التيار الوطني الحر هو الدور إذا بدك ضابط الإيقاع ساعتها، بس هي دوره كتير مهم، لأنه نحن كتيار وطني حر بالسياسي، وفي عنا رئيس جمهورية اللي كان رئيس التيار صار هلأ رئيس جمهورية، إلنا دور أنه نوفق بين جميع المتناقضات حتى نوصل لأي شيء بدنا إياه لمصلحة لبنان. إذا بتسمح كمان في مراقبة وزارة الاقتصاد بسن الفيل كمان عم تتحدث بهذا الموضوع، مننتقل لها فورا. يلا. تكميل تركيب العدادات وتفعيله، يعني اليوم المشترك اللي عم بيطالب انه يركب عداد، هذا المشترك محتاج انه يوفر فاتوره، مش انا بضلني ماطل فيه اني ركبت لك لسكتك وبضلني استفيد من الوقت وهالمماطله هيدي، لابغي قد ما بقدر فواتير، وخاصه انه ما راح تصدر فاتوره عن وزاره الطاقه او عفوا تسعيره او تعرفه لشيء اسمه ديجونتور هذا الشهر. فاذا انا لما في علاقه تعاقديه انا وياك بقدر اخذ منك اللي بدي،
وهذا القانونيه. يعني هلا شو بده يعمل صاحب المطار تحديدا؟ انا عليه بلغوا باشاره المدعي العام للاستئناف بجبل لبنان بانه بده يتم مصادره مولده، وانا كوزاره اقتصاد مديريه حمايه المستهلك انا مراقب ومكلف بتنفيذ هذه الاشاره على اني سلم المطار او المولدات للبلديه على ان يعين من قبلها حارس قضائي على المولد وتسويه الوضع مع صاحب المولد، وعندما يتزم معنا بكافه هذه الاجراء المطالب اللي نحن عم نطلبها منه بحق القرار وتنفيذه حرفيا باشاره جديده من المدعي العام، بعود بيتم تسليم المولد لصاحبه بواسطه البلديه. يعني يركب عدادات وبده يمشي العدادات اللي مركبهم تيرجع يقدم مستندات جديده. هذا الشيء كله رح يصير على الواقع. يعني اليوم ما رح نجي نحن نصادر ونقول له الحقنا، رح نصادر ورح نقول له على اي اساس صادرنا وشو المطلوب منه. يعني ضمنا في فتره مطلوب منه تنفيذ قرارات كيفية تركيب العدادات وتفعيلها والالتزام بتعرفة الطاقة اللي بدها تصدر من نهاية آخر الشهر، وإذا بدنا نعتبر هذا الشهر عنده نص بنص في يعتمد التعرفة نص بنص عشرت أنه يبلش يفعل العدادات، وشهر الجاي على ضوءه تصدر تعرفة العداد بنمشي على أساسها. هالأشخاص اللي أوريدي أصلا ركب لهم عدادات هودا بعد ما صاروا شغالين هالعدادات بانتظار استكمال حسب نتيجة التحقيق امبارح، العدادات اللي هي راكبة نسبيا قليل كتير مع عدد المشتركين وباعتراف منه أنه هي منها مفعلة. غيرهم عم بيتحمل راكبة لعدد كتير قليل من المشتركين غير مفعلة. فينا اسال زميلي لارا؟ فينا نسالها للسيد؟ كنت بدي زميلي لارا. نعم في لارا. نعم. فينا نعم نسال سؤال طالما انه الصدر. نعم تفضل جورج. طالما انه المولد صدر وصار بعهدة القضاء والقضاء بل يسلمه نعم. للبلديه تنشوف شو، لكن هلا في توقيف على العمل. طب بهالفتره هيدي العالم كيف بياخذوا كهرباء؟ الناس اللي موجودين بالمنطقة طب صاروا بلا كهرباء. العالم نعم لا جورج، يعني هن بمجرد انه تستلم، يعني بمجرد حضور صاحب المولد اللي هو سيستلم من البلديه الذي سيسلم البلديه هذه المولدات، حكما ستضع يد البلديه على هذه المولدات، ومن لحظه تسلمها هذه المولدات ستبدا بتفعيل الكهرباء. يعني الكهرباء لن تنقطع ولا لحظه عن المواطنين بغياب كهرباء الدوله، وهذا هو الهدف خرف هذا القرار. يعني هي البلديه عم بتواكب هذا العمل بمؤازره امن الدوله طبعا، و تواكب عمل وزارة الاقتصاد بهدف عدم انقطاع الكهرباء عن المواطنين أي لحظة، وذلك حرصا على حقوق المواطنين وعلى أيضا اشتراكات المواطنين، وأيضا لعدم غش المواطنين اللي هن يتكبدون مصاريف ويتكبدون فواتير هذه المولدات الكهرباء. وبالتالي هي نوع من الطمأن المواطن إلى أنه لن تنقطع الكهرباء، وأن الكهرباء هي ممنوع أن تنقطع ولا لحظة عن المواطنين في حال بمجرد تهرب أصحاب المولدات من تركيب هذه العدادات. جورج. نعم لارا شكرا. أنا كنت بدي بس عم بسأل إذا كان في انقطاع أو لا انقطاع، أكدتينا ووضحتينا أنه لا انقطاع مهما طالت فترة مصادرة وتوقيف هذا المولد عن العمل. لارا أنا رح أكون معك. نعم. طالما موجودة على الأرض. نوضح أنه هي البلدية. نعم بس خلينا نوضح شغلة، أنه البلدية هي اليوم عم بتكون بمثابة حارس قضائي، والبلدية هي ستتولى التشغيل، ومن لحظة تولي البلدية وضع يدها على هذه المولدات ستتولى أيضا هي تركيب العدادات، إلى حين أنه صاحب المولد هو يتحرك ويستكمل أو يسوي وضعه قضائيا ويبادر هو إلى استكمال تركيب العدادات، وبالتالي العملية لوجستيا ستستكمل ولن يكون هناك أي انقطاع إلا أو إلى حين تسوية وضع قضائيا لصاحب المولد، ولكن المواطن لا يجب ولن يتأثر أبدا بهذه العملية كلها. عودة إليك جورج. نعم. لارا في حدا بعد ممكن يكون في نوع من توقيفه عن العمل المولدات، ولا سيتم الاكتفاء اليوم من قبل وزارة الاقتصاد مصلحة حماية المستهلك بتوقيف هذا المولد؟ بالمبدأ يعني اليوم وزارة
نعم وزارة الاقتصاد يعني هي تمتثل إلى إشارات القضاء، واليوم على ما يبدو الإشارة الوحيدة اللي صدرت عن القضاء وعن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون هي بحق صاحب المولد اللي نحن موجودين أمام مكتبه بمنطقة سن الفيل، وبالتالي فأنه حتى الساعة لن يكون هناك عملية إلا اليوم. طبعا يبقى هذا في إطار المباغتة إذا أرادت الوزارة يعني عدم الكشف طبعا عن الخطوات المرتقبة، ولكن حتى الساعة في هذه المنطقة لم يظهر أن هناك أي مخالف آخر، وأقله لم تصدر أي إشارة عن القضاء المختص لملاحقة أي مخالف في منطقة سن الفيل. وبالتالي هذه هي نحن في هذه الأثناء منطقة سن الفيل بانتظار حضور صاحب المولد للتوقيع على التعهد أو على الوثيقة المطلوبة وتوقيع على تسليم البلدية هذين المولدين لوضع يده ولإدارته. على ما يبدو وصل صاحب المولد، ولكن جورج يعني سنتركك، رح نتركك مع ضيفك اللي قطعناكم كثير يعني لدقائق. لا معلي خلينا أو على ما يبدو جورج وصل صاحب المولد. اذا بده يحكي بنعود نرجع لك اذا في كلام معه او احنا اذا هلا في كلام معه اذا في ردة فعل مباشرة فورية على توقيف. يعني هذا هو صاحب المولد جورج. هذا هو صاحب المولد. تفضلي. نعم حضرتك يعني عرفت طبعا انه صار المولد هو بعهدة البلدية اللي هي ستديره، انت على الرغم من الانذار والتعهد اللي مضيت عليه ليه لهلا ما استكملت تركيب العدادات؟ انا عم ركب عدادات، وامبارح كانت وزارة الاقتصاد عندي بمواكبة من امن الدولة وعملنا جولة ميدانية، وانا مستعد لانه وسائل الاعلام موجودة هلا حاليا مريكم عند كل المشتركين اللي عندي، وعندي لوايح وعطوني مهلة بعض. كان عندي أنا ست مركب لحدود 50-60 زبون و40 زبون رافضين يركبوا وماضيين على الرات اللي أخذين من تعميم الوزير اللي صدر بموجب هاي الورقة اللي عطونا إياها مبارح وزارة الاقتصاد. الله أكرم عينك. ها لحظة ها هيدا أحد المواطنين عريتوا العرار ومضي انه ما بده عداد. اول شيء نحن منطقه اولاد ضيعه وربيانين بهالضيعه. ثاني شغله اكثريه الزباين ما حدا بيدفع بترمو، بيبقى ل 10 ولا 15 ولا 20 شهر ليدفع اللي عليه. انا هالمواطن اللي عطيه 10 امبير عم بقبض منه 7.5، واللي عطيه 15 عم بقبض منه 12، واللي عطيه 5-6 عم بقبض منه 5 بقرار صادر من اي مقاميه المتن لصالح بلدية سن الفيل بقرار من بلدية سن الفيل أداية التسعيرة الشهرية. أنا عندي 140 زبون مركب لهلأ 60 زبون ومشغل العدادات من وقت ما طلع القرار، وفي 40-50 زبون كل الوسائل موجودة معي إنه ما بدهم عدادات بسبب التعاطي، وبعد عندي 40 زبون يلي هن بنايتين مستعد هلأ إنه وسائل الإعلام كلها موجودة على كل بناية بناية. هول بنايتين يلي هن ثلاث بنيات بالشارع الفوقاني بعد هلا حكيت مع رأس اللجنة، وأنا حطيت تعميم من وقت ما طلع الوزير علقتها على كل البنيات للمشتركين، وحطيت ثلاث أرقام تليفونات يتصلوا بصاحب المطير أو الموظف لعند صاحب المطير لتركيب العدادات. ما في إنسان وأنا مسؤول عن كلامي، أي مواطن طلب ركب له عدات ورفضت فليواجهني علنا على الشاشات التلفزة. حضرتك صاحب الموتور. انا صاحب الموتور. نعم تفضلي. الوزاره عم بتقول ركبت عدادات ولكن هالعدادات مش ماشيين. انا بتحدى كل العالم، وهلا انتم موجودين بنعمل جوله ميدانيه لكل الزباين اللي ركبتها يلي كنايه عن 60 عداد، وهيدي التفاصيل موجوده اسامي الزباين وارقام تليفوناتهم ومين بده عداد ومين ما بده عداد، وبتشوفوا اذا العدادات ماشيه ولا لا. هيدا افتراء. المستندات ابرزت المستندات للوزاره. ايه ابرزتهم للمستندات للوزاره وبالاستاذ بسام الدوح من الوزاره امبارح بالضبط، ومرقنا عن شارع بنسميه نحن شارع كونفورتيوم وفرجيته كل البنيات وكل العدادات، وسالني بالعلامه ليه عم تركب العداد الكبير مش عداد الصغير. قلت له انه معالي الوزير بعد انه العداد الكبير هو المعتمد، هو العداد اللي بعد ما ركب. وحتى هلا ما جاوبوني. واحد الاشخاص اسمه استاذ زكي فكري مسؤول عن بنيه اليوم هلا عندي معاد انا ليشوف اذا بدي ركبه، لانه صراحه هؤلاء الاشخاص
هذا اللي ياخذ 10 احطه 16. هذا اللي ياخذ 10 احطه 16. اسانسير ببلاش، النارك المشترك ببلاش. قال لي ما نحكي بالبنيه اذا بنركب عدادات ولا لا، واذا ما راح نركب راح نجي لك اعراض تعليم الوسيط. في احلى من كلامي. وصاحب البنيه الثاني المسؤول عنا اسمه الاستاذ سامر عبد المسيح، هو رئيس اللجنه. وامبارح انا هذا تليفوني بتاخذوه واطرح ما بدكم بتشوفوا، اتصلت بكل الزباين وعطيت وعد للاستاذ بسام الدوح وجاي مع المراقبه ومع شرطه بلديه سن الفيل انه انا خلال 10 ايام مين راح ابعث كل سجلي كل ورائي مع اسامي مشتركيني يلي اخذ 3 امبير واثنين امبير بما في منهم جنسيات سوريه ومصريه، ايه انه اذا وافقوا بدي ركب لهم ولا ما بركب لهم. حضرتك هلا عم بتبلش تتحرك ولكن المهل القانونيه خلصت. لا انا تحركت يا ستنا، هلا فرجيك الاوراق من شهر 10. في ناس مضت لي اوراق من شهر 10 بدها عدادات، في ناس ما بدها عدادات، وانا ركبت عداداتي من شهر 10 وفيك تسال كل اللي ركبت لهم. شهر 10 ماشيين بشهر 10 بس مستهلك بتقول انه منهم ماشيين. انا مستعد تروح تشوف فيهم بس بعد ما قبضنا ولا مره على العداد لاي سبب، لانه نحن بلشنا بنص الشهر. نحن كل اخر شهر تجي كانت تسعيره من عند الاماميه بالاستاذ داني قديش وبيبعثها لبلديه سن الفيل بتبلغنا البلديه طالعه التسعير الشهريه هيك. نحن هلا بشهر 11 وباخره. حضرتك قلت لي ذكرت انك بلشت تتحرك بشهر 10 ركبت العدادات، يعني كان المفروض شهر 11 تقبضوا على العدادات. على راسي وعيني انا كلامك 100% بس ركبت لثلاث اربع زباين. وانا بتقريري عند العايد مروان صافي لما بعثوا وراي امن الدوله باشاره من النيابه العامه كنت قايل لهم بتقريري موجود تقريري وماضي عليه ومسؤول عن كلامي انه كنت بركب اربع عدادات بشهر 10. لما جينا بلا بشهر 11 صرت مركب 60 عداد، وطبعا شركة الكهرباء عداد يلي هو سيمنز تبع شركة الكهرباء الأسود. بتحبي هلا فرجيك نوع العداد اللي ركبته موجود، وهذا كله ورائي ومستنداتي بالاسم مين عندي مشترك وقد رقم تليفونه، وبتتصلي فيهم كلهم واحد واحد وبتشوفي إذا أنا حاولت الاتصال فيهم كذا مرة. وبعد النساء اللي طول بالك بنتريس شوي لبكي لعيد راس السنة لنشوف يمكن القصة مش مزبوطة كذا. في ناس اللي هلا مش قادرين نركب عداد، في ناس نحن ما بدنا نركب عداد مش عارفين شو القصة شو بتنصحنا. وفيك تسألي كل المواطنين يلي مشتركين عندي، هذا افتراء علي أنا كصاحب مولد. أنا عندي مولد واحد دور على خطين، على خطين بدور. وفيك تسألي أي مواطن أخذ منه 1000 ليرة زيادة عن تسعيرة البلدية مستعد تحمل كل المسؤولية. بحديثنا للمراقبين الموجودين من حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بيقولوا يمكن عندك النية أو ما عندك النية أنك تركب أو تساعد الناس، بس ما فيهم يتكلوا هن على النوايا، ولو ما استوت قانونيا ما كنت وصلتوا لأمن الدولة. عراس وعيني أنا معك، كلامك سليم 100% ستنا. أنا كل واحد بس طلع القرار كان فينا نحن داخلين بلجنة بالمتن، لما بلغونا اللجنة ركبوا العدادات طلع القرار نهائيا بلشنا نركب عدادات. وفيك تسألي كل المواطنين، وفيك تسألي، فيك تسألي حضرتك والموجودين كل وسائل الإعلام، كل مواطن بمواطنه. امبارح هلا بفرجيكي أنا مركب 16 عداد امبارح، وهلا شغيل اليوم كان عم بركب. وانو مسألة طارته لنفاذ المهل، في مهل وقت مضيطة. عطيوني مالي 15 يوم وعم بركب، بس إذا العالم ما بدها تركب شو في عملها؟ في عالم كتير مفروض تمضي على ورقة، مفروض تمضي على تعهد العالم انه هي ما بدها. يا قلبي يا روحي انا مضي هون 40-50 شخص، القضاء اكيد ما عم بحاسبك على الناس اللي ما بدها. في ناس انا عطيهم مجانا، امبارح قالوا لي لا حتى المجانا بدك تركب له عداد. قلت له انا في قرار من الوزير لا يرغب او لا يرغب بموجب هالورقة اللي فرجيتكم اياها هلا عم مضي العالم مين بده مين ما بده موجب هذا المستند. هذه امبارح عطوني اياها استاذ بسام الدوح. هذه ها لا فرجيك هاي المنضيه ها تفضلوا عليه ها تفضلوا تفضلوا. هيدي الورقه بتقول انه ما بده يركب عداد، ما بده عداد مرتاح عطيه 10 امبير عم يدفع 7.5 شو بده يركب عداد. هذا مستهلك من ال 160 اللي عنده كله اكثريته هون. خلص 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 حكي بوطل يفوت اعلان. يا حبيبتي يا اختي يا روحي يا قلبي انا زلمه واضح ومسؤول عن كلامي في كل المستندات. كل واحد بيقول لك انا ما ابرز له المستند انا مستعد اتحمل كامل المسؤوليه. هيدا افتراء. بعدين انا عندي مولد وعندي 160 زبون و140 زبون، في منهم بلاش
ما بدنا نسمي العالم احتراما للكرامه. مش اثنين لك مش اثنين لك المولدين مين؟ هو المولدات مش اثنين لك. مولد واحد هو نوي 350 كفئه وعندي 140 لبين 40 160 عندي 15 20 واحد كمان 10 15 لانه المرضى وقصص بياخذ منه نص اشتراك. حضرتك من وزاره الاقتصاد عم بيقول صاحب المطر انه في اختراق وهو قدم كل المستندات. اكيد مش مزبوط هذا الحديث. في 160 مشترك عندك مركب 34 عداد ما بيشتغلوا. ما بيش لا بتحداك ما مش ماشيين. تفضل تفضل نعمل جوله. تفضل نعمل جوله. عمل جوله امبارح والقضاء امهله مهله 15 يوم. مزبوط استاذ بسام اتروح تفضل خليك تفضل 34 مشترك مركب لهم عدادات نعم. ولكن ما بيبرموا ما بصير مش حج انه 15 الشهر ركبون يعني ما في يقبض منهم على العداد. بيقبض 15 شهر على العداد 15 شهر 15 يوم على المقطوع علما انه هيدا اخر شهر تطلع في تسعيره على المقطوع. نعم يعني اليوم هو تسعيرة البلدية اللي عم بيحكي عنها من أول الشهر لحتبطل واردة. نعم. ثانيا هذا الشخص اللي ما بده عداد بده يعلل هذا الموضوع لأنه مثل ما الفواتير رح تبين على الإعلام وبينت وعم بتشوفوها على السوشيال ميديا وين ما كان الفرق أوقات عم بيوصل ل 80% أقل وبعده إيه الخيك إنه خسرته 60% من وراء العدادات. طيب اكيد يعني ما بيناسبك هذا الموضوع. لا مع احترامي لك لحظة بده يناسب المواطنين لانه مع احترامي لك ولوزارة الاقتصاد للوزير مع احترامي لك ولوزارة الاقتصاد للوزير انا سوري بس اسمك حتى كنت عم بتقول له لخيك انه خلي يعملوا اللي بدهم اياه وخلصت. شو يعني خلصت انه يحجر الموتير وخلص بنرجع بنركب العدادات على الاخير ومش عم ناخذ الموتير. حضرتك باردون شوي انا بدي احكي ليش حضرتك بس انت حكيتي غل كل وسائل الاعلام ما سمعوني احكي هذا الحكي. انا عم اقول لخيي خليك خفف حكي لانه صارت انه كانه في شيء جبهه. هي المقصد اللي عم بحكي العالم خلصت هلا في قرار من القضاء يحجز الموتير يعطيكم العافيه رح تركبوا يعني لحظه باردون رح يتركب رح يتركبوا العدادات على الاخر رح نركب عداد للبلديه رح نركب عداد للكنيسه رح نركب عداد للصاغنه. هيك مركب عدادات كيف بدهم يحجزوا المطير؟ صح ما عم نفهم شدني بالقوه ما انا عامل التحدي. لا لحظه ولا الدبابات بعدهم بانجر مزبوط لحظه بدي لك الكهرباء ويريحونا من عرف اصحاب المطيرات. الاستاذ عم يدعي انه انا مش ماشي العدادات. بتمنى تمشوا معي هلا حي الله التلفزيون 34 عدد منهم ماشي 34 راكبين وكلهم ماشيين وبتحدى بتحدى بتحدى الوزاره اذا هالحديث مش مزبوط. يوم قرار القضاء هو لانه بعد انا ما سعرت ليقول لي بتسعر على الوزاره ال 15 يوم وبتسعر على الديجونتير 15 يوم. انا اخر الشهر لا اقبض بتسعر قبل ما اقبض. انا كيف بقبض؟ انا لليوم الشهر الماضي بعد نص المشتركين مش دافعين لعندي بتاخر. بكل بساطه احنا ما عندنا مشكله. قلت لك تعيط انت بلديتنا ما عندنا مشكله اذا البلديه بتاخذ بيوتنا. بلديتنا على راسنا البلديه. تقرب ولا صاحب الزلمه شارعي الزلمه شارعي ومركب عدادات تجي تروح تزول المطيرات ما لنا مزبوطه. تقرب انا مش صاحب المطير انا مواطن عادي. تقرب تساليني انا ابن عمي هو من بيت مريج وانا من بيت ابو زيد. شوف الفرق ابن عمي. نحن اولاد المنطقه ضايعه وحده بلديه وحده. نحن ما عندنا مشكله بلديه تاخذ بيوتنا بس مشكلتنا اذا شرعيه تجي بهالطريقه بتكون صادره مطيرات الجامعه منا مزبوطه. عم دافع عنه لانه عاطيني كهرباء ببلاش. اسم بالخير قبل ما تسميني اسم بالخير. جورج ميشيل عبد الساتر. خلينا نحكي اهلا. اليوم القضاء امهله 15 يوم تيركب عدادات. العدادات منا اختياريه. انت اليوم ما فيك تنقي اذا بده ولا لا. اللي ما بده بدك تسمع وتروح. شو بصير عطي هذا البيان اليوم؟ هيدا حالات استثنائيه يمكن قرابته كذا ممكن يقول له ما بده عم ياخذ منه ببلاش. انما ال 64 مضبوط لحظه ما في حظ. اليوم عدادات و25 سنه ما في وزاره يا حبيبي. انا يوم انا انت وين مطارك دخلك؟ انا مطاري بالحزميه.
انا لمعلوماتك وصلت وانا الجواب استاذ عبد الساتر ليك بس بالزال في هيك بلاها اكيد بده يتصادر بناء على القضاء ونحن كوزاره الاقتصاد رح نحطه بعهده البلديه مبروك عليكم بس انا فيك تاخذ المنحه القانوني مبروك عليكم مش مبروك علينا نحن عم نسلمه للبلديه كرمال تتمشى المطر يا صديق يا صديق يا استاذ جورج يا استاذ جورج خلينا لك شغله انا ما خلفت القرار انا ابن الدوله بده يمشي هذا الموضوع انا ما عندي رسمه طيرك بالقضاء نعم الهار اللي بتلتزم بتروح عند القضاء اللي هو صار مرجعيتك مش وزاره الاقتصاد انا مع وزاره الاقتصاد اللي هي بدها الحمله طبعا. انت عم بتقول لي هذا شخص اليوم صديقك وقربتك او 45 واحد هاي اول ما طلعت له الواحد في 23/10 هيدا هاي الورقه ولا مش مزبوطه مزبوطه مش مزبوطه على راسي عيني بس انا امبارح هيدا الورقه غير قانونيه بس لاك وخبر هاي الورقه اللي اعطيني اياها غير قانونيه ومش مزبوطه انا مسؤول عن كلامي الورقه اعطوني الورقه هي مش امبارح صار لها شهر هيدا الورقه احترامي لك هي اللي بتطلع انا بدي اعتبرها انما طلعوا حاج تحكي بده يعلل سبب بقول له بدي اياه لا مالك حقك بهالطريقه ما مالك حقك بهالطريقه المواطن ليش ما بده في حدا من المواطنين اذا وفر 70% على فاتورته الشهريه ما بيقبل ان شاء الله اعطيه ببلاش العداد الزامه وبده يتركها هيدي يا استاذ يا سيد الكريم يا سيد الكريم يا استاذ جورج هاي الورقه انا انت مستشار الوزير مع حضرتك مستشار الوزير انت عندك بالوزاره شخص اسمه بسام الدوح مزبوط ولا لا امبارح كان عندي على الارض هو عطاني النسخه صورتهم وقال لي بتمنى عليك تعبيهم ومعك بالي 10 ايام اللي ما بدهم وعم ببرم هوريك قد مين هو امبارح عطاني النسخه انا ما معك خبر هاي النسخه انه الوزير عامل نسخه مثل هيدي انا كنت اول ما طلع النسخه هيدي بال 15 يوم المهله ما عاد شوك هيدي لا هيدي امبارح عشيه اقسم بالله امبارح عشية اعطاني اياها الاستاذ وسحبها عن تليفونه وحط ليها على التليفون اللي عندي ورحت سحبتهم وحمضي العالم اللي بدهم واللي ما بدهم هيدا افتراء الدوله بدها تعمل قانون تطبق القانون نحن تحت سقف القانون بدها تركب عداد انا مستعد اللي بده واللي ما بده غصب عنه رح ركب له عداد انا تحت القانون انا ولا مره كنت ضد الدوله ولا مره كنت الدوله اذا واحد بده يحارب الدوله بيكون مافيا نحن مش مافيات نحن عنا كرامات نحن اولاد عيال يجوا يطبوا القانون على كل العالم انا بس بلشت بالقانون التزمت بالقانون ونفذت القانون وانا مستعد تبرمو عندنا بديش عدادات بدك تركب لهم بالاول هيك بدها الوزاره هيك بدي كسره بديش اخليه ايه الوزاره هيك بدها هيك بدي كسره انا عرفت كيف ليه ما بدك عداد أنا ما عندي يعني جورج هذا هو نموذج عن الإشكالات وعن طبيعة ردات الفعل المرتقبة بين أصحاب المولدات المستفيدين بشكل كبير من هذه الاشتراكات ومن عدم تركيب عدادات هذا الإشكال الذي حصل وهذا التلاسم بين وزارة الاقتصاد وممثل وزارة الاقتصاد هنا وبين صاحب المولد الذي يرفض كل ما تقوله وزارة الاقتصاد عن عدم التزامه بالقانون وعدم التزامه بالقرار وعدم أيضا تركيب العدادات هناك الكثير من الأشخاص الذين يعترضون هنا وهذا أمر يبدو بعض الشيء غير مستغرب نظرا إلى أن هناك بعض المستفيدين هناك بعض الأشخاص الذين قد يكونوا مستفيدين من عدم تركيب العدادات قد يكونوا شركاء أو هناك البعض الذين لديهم خشية من أن ترتفع تسعيرة المولد في حال تركيب عدادات ولكن طبعا يعني هذه الظاهرة هي نموذج واضح عن ما هو كان متوقع من أي قرار قضائي ومن أي التزام بقرارات رسمية قد تحتمها الدولة اللبنانية شكرا لك الزميل لارا الهاشم منكمل شوي حوار اليوم صار شجار اليوم انفجار اليوم صار مركب انت عديك انا عندي مطر لانه خي عظيم عظيم طيب بس خليني اسالك خلينا قبل ما نخلص حلا عندك موعد على الساعة واحدة القضية الحقيقية هل هي من يحكم لبنان سنة ام الشيعة لمن القرار في لبنان معلي انا عم بقولها بكل هذا الوضوح من دون اي خشية لانه عم نسأل السؤال يلي لا يسأل علنا عم بينحكى بلا مين في صراع سني شيعة لحكم لبنان مين له كلمته لا السني قادر يحكم لبنان ولا الشيعي قادر يحكم لبنان ولا المسيحي كمان قادر يحكم لبنان لوحده
لبنان هو هذه التركيبة التعددية اللي موجودة والنظام السياسي تبعنا نظام التوافق. هلا بتقلي ببعض الأوقات بمراحل محددة معينة بيصير فيك الواحد عنده مواقف مرتبطة بمواضيع إقليمية، مرتبطة حتى فيني أقول لك بشيء له علاقة بالتوازن القوى بلبنان. هذا الشيء بيصير، ولكن إذا أي فئة إن كانت طائفية مذهبية أو حتى سياسية بتاخد قرار وهي بدها تحكم لبنان لحالها بتنعكس سلبا عليها. هذا البلد محكوم بالاتفاق والتوافق، لو صار شو ما صار، ولكن طبيعي إنه أي اتفاق بده يصير بده يكون في عنده معطياته الأساسية والجوهرية اللي هي تنطلق من الأصول الدستورية. هون لما بكون في عندك رئيس جمهورية اسمه العماد ميشيل عون، دوره الأساسي هو دور الحكم اللي على القليل في معه مثل بقوله بطاقة حمراء. صحيح، عنده بطاقة حمراء وعنده احترام من الأطراف الأساسية اللاعبين الأساسيين بالبلد. اللجوء له والحكي معه فيما يتعلق بكيفية إخراج تسوية رئاسة الحكومة أنا برأيي شيء كتير مهم، علما أنه المسألية ما بتوقع على عاتقه لوحده. الأفكار اللي تم تداولها امبارح أفكار الوزير بسيط مثل ما مكتوب اليوم، أولا الخروج من الالتزام تجاه مئات اقتراح على الرئيس الحريري. صحيح، الالتزام الابقاء على فكرة المبادرة بين عون والحريري، اعطاء الوزير السني من الرئيس عون الى الرئيس بري مقابل توزير شيعي من حصة رئيس الجمهورية قاسم هاشم، زيادة عدد الوزراء الى 32، هيك بيضمن التيار الوطني الحر مثل ما مكتوب هون انه بيطلع له 11 بيطلع له 11 او 12 على 32، ولكن يعني. ولكن الرئيس بري عم بيقول اليوم ماشي هادي عم بيقول الرئيس بري اليوم انه هو لا منهم مستعدين الشيعه يضحوا باي يعطوا اي وديعه اذا بدك. أوكي. او اي وزير ملك اضافي. هلا لك انا ماني بجو كيفيه الاخراج اللي بدها تصير، حتما في هناك محاولات عم بيقوم فيها الوزير بسيل، يعني بدنا نعطيها الوقت حتى تنضج بشكل نهائي يعني. وهذا الموضوع بجميع الحالات بالحد الأدنى في اتفاق عليه من جميع الأطراف أنه يقوم بهالمحاولة. هو ما عم بياخد دور رئيس الحكومة، عم بيقرب وجهات النظر تكون في اتفاق، وهذا الدور الأساسي والفاعل تبع التيار الوطني الحر، لأن احنا بنعتبر حالنا أم الصبي. صح أستاذ أمل، بهذا الموضوع تحديدا بس يكون نحن عم نحكي ب التسوية تستلزم تنازلات. نعم. ما هي؟ نعم. ما حدا عم يتنازل. لا السنة الستة قبلانين يتنازلوا، إما منهم إما هن بينقوا، لا يبدو إنه حتى هن حدا بدهم ينقوا، بدهم منهم. رئيس الحريري لا يقبل، مش عم بيقبل يجتمع معه. كيف بدها تكون تسوية إذا ما فيها تنازل؟ يا أستاذ جورج، على أي أساس عم ينطلق الوزير جبران باسيل؟ بالأربع خمس شهور الماضيين ما كان في سقوف عالية كمان من قبل الوزير جنبلاط والحزب التقدم الاشتراكي والحزب القوات اللبناني. ما بيمنع يعني عم نعمل. أنا بدي نزلها على الساحة الداخلية مقارنة مع الوزير جنبلاط. أنا بدي نزلها لك جنبلاط مع احترامي، أنت بتعرف لا يعني موضوع الحكومة قلنا نحن صارت عملية سنية شيعية واضح. الوزير جنبلاط صار يلي صار، حط الاسم بعادة رئيس جمهورية ما بيكون الوزير المقبل على تضاد وتنافر مع اثنين. ما حدا عم يقبل هون يكون رئيس جمهورية هو ينقي. هذا الفرق بين وزير جنبلاط والرئيس الحريري. أخرجت من الإطار السني الشيعي، لأنه وضع بالإطار السني الشيعي كصراع أنا برأيي خطر كتير على لبنان. بس بتحط أنت ضمن الإطار الصراع على موضوع كيفية تشكيل الحكومة بالبيت الواحد. أنت دورك برجع بك أنا بردد وبكرر، الدور تبعنا نحن كتيار وطني حر كرئيس التيار اللي هو الوزير جبران باسيل يتلمس جميع الحلول، يحكي مع الجميع، لأنه بنهاية الأمر هناك مسؤوليات والمسؤوليات بتوقع على عاتق المسؤول المباشر مش على عاتق الناس. أنا ماني مسؤول، أنا مواطن عادي، بس اللي بموقع السلطة إن كان بالنيابة أو كان بالوزارة في عنده المسؤولية مباشرة، والمسؤولية بتحتم عليهم أنه يحكموا عقلهم ويحكموا المصلحة الوطنية تيقدروا يوصلوا لقناعة. لك لما بقولوا الواحد وين انه كل طرف يحس حاله انه هو منه خسران، مش عم تزبط بدها تزبط بالنهايه.
قد ما يحاولوا يصير في معاندة بدها تزبط بالنهاية. رئيس بري استاذ أمل بس يقول القصة وزير بالناقص وزير بالزايد هديك اليوم من يومين ايه؟ مش يعني مل منا للعملية وعم بيقول انه منه ليش الرئيس مع حزب الله حزب الله بيقول وزير بالناقص وزير بالزايد ولا نتحرك ولا نتزحزح. رئيس الحرير الرئيس بري عم بيقول هديك اليوم يا جماعة واقف البلد وخربان وزير بالناقص يعني على مضض ماشي معلم لو كان على مضض مش عم فوت بيناتهم. لا معك ما بتحس واقف على مضض مع حزب الله بهذه النقطة. الوزير جنبلاط النائب جنبلاط عم بيقول يا خي تنازلوا ربحانين الجماعة وتنازلوا في واقعية عم بقول في مواقف عنيدة عم بتطغى على الواقعية اللي عم بيحكي عنها الرئيس بري والوزير جنبلاط والنائب جنبلاط يلي اثنيناتهم كل العالم بتعرف قد قرب لبعض 100% بس ما تنسى انت انه الرئيس بري رئيس مجلس نيابي بموقعه كرئيس مجلس نيابي ما في يكون مثل حزب الله بالموقف السياسي تبعه. علما قال انه انا من الاساس من بدايه استشارات قلت له لدوله الرئيس الحريري انه ياخذ بعين الاعتبار يكون في وزير من الوزراء الست اللي هن بشكلوا حاله سياسيه خارج نطاق التيار المستقبل. هو الرئيس بري قالها يعني او نحكي هذا الحديث بالصحف. طيب. موقف حزب الله واضح جدا. الرئيس حريري قال كنت طالع على بعبدة بمعرفة موافقة ومباركة الرئيس بري لا أقدم له لا فخمت الرئيس التشكيل الحكومي يعني الرئيس بس ما هو كان رئيس بري عارف وماشي الحال كان إيه بس هذا رئيس حريري حكي هذا الرئيس الحريري حكي هيك أو بس الرئيس بري يقال إنه باجتماع من الأربعاء أحد النواب طلع قال وحكي عنه هذا أنا أعلن عنه يعني مثل بقول المجالس بالنهاية بالأمانات على كل حال على رأس هلا التباين بجوز كمان هذا لا يمنع ولكن بنهاية الأمر هناك موقف واضح كان واضح لا لبس فيه. دولة الرئيس الحريري عم بقول لا إنه أنا أعطيت ما بقى فيني أعطي مظبوط. نعم. واللقاء التشاوري في عنده إصرار إنه نحن بدنا نلتقي فيه طلب وموعد منه بعدهم هلا مش مجتمعين فيه مصرين إنه يكون في عندهم هني مقعد وزاري أحدهم يتمثل أو من يرتضوه هني طبعا بالاتفاق مع دولة الرئيس ما في نفرضوا على رئيس الحكومة أي اسم بالدنيا بالنهاية هو بده يطلع يعطي شو اسمه الأسماء لرئيس الجمهورية حتى يعملوا الرئيس يصدر المرسوم. هو في حدا يتجاوز الأفريقاء إذا يغير رئيس حكومي يغير بالأسماء؟ لا ما عم بقلك لا هذا شيء اتفق يعني بده يكون معه مهم الأسماء مهم إنه يوافق وحزب الله هي قصة الموافقة أكيد ولكن بس أعطوني ثلاث أسامي لحزب الله تمشي الحكومة قادر تمشي الحكومة بلا ثلاث أسماء من حزب الله وقادر الرئيس بري كمان يعطي أسماء وإذا حزب الله قال لا مزبوط. أنت برأيك؟ طيب. يعني لأنه في عندك الميسائية هون صرنا عم نحكي طيب. شغلة كتير كبيرة أنت لاعب من هون لك الظرف والواقع اللي عايشينه في واقع أزمة تشكيل حكومة أزمة سياسية كتير كبيرة مرقنا بعدة أزمات نحن وقدرنا طلعنا منها على طول بضل في عندك مثل ما بقوله نوعية الحدود اللي بده واحد يشيلها الأرانب اللي بيشلوها من هالسلة أو من هذا الكيس بتقلي ما بقى فيه. طب شو الحل لكن إذا ما بقى فينا نبتدي يعني إحنا كلبنانيين كحلول انتهى زمن الطائف خلينا نحكي بصراحة لا أكيد لا انتهى زمن الطائف ما في حل وين عم نحن فتنا انتقلنا من الحكومة إلى من أزمة حكومة إلى أزمة حكم أوكي أكيد ومن أزمة سياسية إلى أزمة نظام ما هيك في شيء حتى بيقولوا أزمة كيان حتى أزمة نظام كيان أزمة كيان أزمة لا ما بعيد لا كتير لا بنهاية الأمر حق الواحد يسأل ما حدا رافض الكيان حتى حق الواحد حتى حزب الله ببيانه التأسيسي وثيقة التأسيس الأولى بال85 بدوا لبنان دولة إسلامية من 3 سنين وقت عمل المؤتمر الثاني الوثيقة الثانية لبنان وطن نهائي حزب الله لبنان وطن نهائي مثله مثل المسيحيين مثل السنة مثل الدروز ما حدا رافض الكيان اللبناني بس شكل حكم هذا شكل الحكم هذا الكيان هلا صار لانه تبين اليوم ليك لما التيار الوطني الحر بيقول لك انا ما بدي اروح على انتخابات الجامعه اللبنانيه الاساتذه لانه فيها متالته مزبوط سمعوا له ما سمعوا له اعترض وراح وراحوا فريق مسيحي ثاني طنطن الدنيا كلها كل عمره يطنطن الدنيا ضد المتالته بينطر التيار على الكوع وعلى المفرق وعلى الزاويه وعلى البلكون على اول طابق 100% وهذا
قبل بالمثلث 100%. هذا الفريق المسيحي 100%. شو اسمه ما بعرف كيف صارت الامور، بس على كل حال ما بدنا نفوت فيها، ما بدنا نفوت فيها، عم نضوي على هالنقطه، بس عم نضوي على هذه النقطه. نحن كنا ضد هذا المبدا، رفض التيار ورافضين هذا المبدا، ورح نضل رافضين هذا المبدا، لانه هذا المبدا ما بيصب بمصلحه اللبنانيه ولا بشكل من الاشكال. نظام الطائف او قانون الطائف، دستور الطائف ارتضيناه كلياتنا، في هناك مساوئ بالتطبيق. كتر خير الله اليوم اللي في عندك رئيس جمهوريه اسمه ميشيل عون عم بيعرف كيف يشتغل. اليوم كنت عم بقرا مقالي لزميلي لك باحدى الصحف اللبنانيه، عم بتقول انه صار رئيس عون هو الوحيد الذي يحافظ على الطائف اللي هو عم يتمسك بالطائف كتطبيق، لانه عم بكون حقيقه ضامن الكل، هذا دوره الاساسي. ولكن بنهايه الامر هذا الرئيس يلي كلياتنا ارتضينا انه صار رئيس جمهوريه، وارتضينا انه يكون عهده عهد الانتقال من مكان الى مكان اخر، هناك من يسعى الى وضع العصي بدواليب هذا العهد، يلي هيدي ضد مصلحه الشعب اللبناني ككل بالمطلق، ان كان ماروني ان كان ارثوذكسي ان كان شو بدك اياه، سني شيعي درزي، لانه نحن كناس كمواطنين العالم شو بدها امن وسلام وطمانينه، وبدها تحس حالها انه عايشه ببلد في لها مستقبل فيه. بهذا الشيء اللي عم بيصير معنا اليوم، ما انت فيك تعيش بمكان ترفض الاخر وتقول له منك موجود، هذا لانك انت انا ماني معترف بوجودك كمان شيء غلط. في شيء غلط بدنا نعترف بوجود بعضنا باحجام بعضنا، مضطرين نعترف باحجام بعضنا، والا للاسف يعني بنكون رايحين الى امكنه يمكن تكون صعب العوده منها هيك بال. انا بدي وجه تحيه لوالدك استاذ حكمت، استاذنا الكبير، الله يخليك، استاذ حكمت ابو زيد من عده سنوات، وخصوصا وقت طلع فخامه الرئيس رئيس الجمهوريه العماد عون، بقى عم بحكي معه مره بيقول لي جورج رؤساء جمهوريه في لبنان دائما مثل العاده، يعني كل رؤساء جمهوريه في لبنان بيمروا الولايه ست سنوات بتنقسم سنتين سنتين سنتين، ثلاث اتلات، ما هيك؟ مش أثلاث. طيب أول سنتين للتبخير، ثاني سنتين للتنمير، ثالث سنتين للتشهير، ما بعرف إذا التشهير قبل التنمير، لكن هو قال لي هناك خلصنا أول سنتين مش الرئيسة دهن موضوع التبخير، صرنا هلأ بالتشهير دغري بالهذا، هيك صارت القصة بتوافق على أنه بالقصد أنه لم يختلف هذا العهد عن العهود الثانية للأسف، هيك الناس اللي عم بتقول، وهيدا الكلام عم بيقولوا الناس اللي بحبوا ميشيل عون من قلبهم ومن ضميرهم ومن كل إخلاصهم. لك الناس اللي عم بتقول هيك لأنه كانت متأملة كتير، معتبري أنه العماد عون بده يعمل العجائب، يعني وزمن العجائب، ولا أنه نحن صرنا نحن بنظام سياسي مش قادر رئيس الجمهورية يكون عنده السلطة المطلقة، يعني في عنده شركاء بالبلد، هالشركاء بالبلد مضطر أنه يحكي معهم، مضطر أنه يتعاون هو وياهم حتى يأمنوا مصلحة الناس ومصلحة البلد ككل. أنا اللي فيني أقول لك إيه هو التالي، إيه صحيح صار سنتين قاطعين، في كتير إشياء عملت ببحر السنتين كان مفترض من الرؤساء ومن العهود ومن الحكومات الماضية أنه يكونوا قاموا فيها. هل يا ترى هذا اللي انعمل كافي؟ بس نحن لازم نعترف انه اللي انعمل كان شيء كتير مهم، انه من كذا سنه 14 و15 و16 سنه في اشياء كتير كان جامده ما انعملت، قدرنا حققناها، وحتما هناك الكتير اللي قادر يتحقق، لانه وجود رئيس جمهوريه مثل العماد ميشيل عون على راس السلطه بلبنان، انا برايي وجود ضامن للجميع بالدرجة الأولى، أنه تقدر تشارك بموضوعية ونقدر كلياتنا نحط إيدنا مع بعضنا حول هذا العهد، حول الحكومة اللي بدها تطلع تناخد لبنان إلى مكان آخر. إذا هذا الشيء ما صار بهذا الوقت للأسف نحن نكون عملنا أفزي إلى الوراء في المجهول، وبكون وضعنا نحن بكون من سيء إلى أسوأ. أستاذ أمل، إلى أي مدى الكلام يلي دايما عم بيتردد أنه أحد الأسباب الرئيسية للعرقلة الحاصلة عن قصد أو غير قصد، عن تعمد أو عن غير تعمد، منع مشروع العماد عون، ها أولا يعني منع إكمال ولايته للعماد عون بالشكل المطلوب من الرئيس عون كما كان يريد وكما كان مأمولا منه وكما كان مخططا له، والشغل الثاني القضاء معلي، وهيدي عم في ناس بيقولوا عم نحكيها بكل صراحة، ولا
ولا نخشى قول هذا الموضوع بمعنى اللي عم بيقولوه هني انه منع العماد عون من اكمال ولايته بالشكل يلي هو بده اياه، ومنع الوزير جبران باسيل من التأسيس لمرحلة ما بعد العماد عون بالموضوع يلي هو طموح كل انسان مشروع وحق كل انسان نموارني الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. كمان في رئاسة الجمهورية بتوافق تجاوبك على الدرجة خليني اجاوبك. بالنسبة لعهد الرئيس عون يمكن كان يكون في محاولات وما زالت هالمحاولات من بعض المتضررين وهني موجودين، ما فينا نحن نقول منهم موجودين كتار. ولكن ايه كتار موجودين، اكثر شيء موجود وهدول شبكة مصالح بتربطهم ببعضهم. بس تاريخ مش العماد عون رئيس عون، تاريخه إن كان السياسي أو حتى تاريخه العسكري والنضالات تبعيته والمواقف تبعيته كل الناس بيعرفوا أنه الإنسان لما بيكون حاطط هدف براسه بده يوصل عليه، ولكن تقدر يوصل عليه بده شيئين، بده قناعة شعبية دار راسخة موجودة أنه هذا الشخص وصل على بعبدة تقدر حقيقة يحقق، ولكن مش قادر يشتري المعجزات، وبده بمحل تاني الناس هي بذاتها تكون عندها وسيلة دفع على كل الزعمات وعلى كل الأحزاب يلي هي بتعرفها أنه هيدي الزعمات أو الأحزاب مشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر بالسنين اللي ماضية بالترك التقيل اللي تركوها لعهد الرئيس عون اليوم اللي نحن عايشين فيه. ولكن أنا بقى فيني أكد لك أنه كطيار وطني حر وكناس ملتزمين بمحاربة الفساد وقف الهدر وتحسين سلطة الدولة اللبنانية واقتصادها وماليتها ما رح نكن وما رح نرحب. نحن مش لوحدنا، يمكن نحن رأس الحربة، في ناس كتير رح تضل تحارب رح تحارب بقول لك ايه، ولكن واحد ما لازم يمل وما لازم يخاف. أنا برأيي ما لازم يخاف، والبرهان لو كان في ملل وخوف ما قدر يوصل ميشيل عون على رئيس بعبدة. ما في لا ملل ولا خوف استاذ أمل، في معوقات، في قرف عندنا، في قرف ما بقول لك لا ناس إقساني لك يا خي إعاد، بس نحن ناس إقساني وقرفاني ما لازم يقول عشان ما نجمل الوضع ما لازم نيأس، لك القرف واليأس خطر ما بنيأس، بس شو بتعمل بالوضع الحالي؟ ما الوضع الحالي بيأس الملائكة. طب شو الحل؟ ما عند الناس شو الحل؟ بتقول هلا الناس، طب ما الناس انتخبت نواب تتولى 100% والحكومة هي السلطة التنفيذية للأسف. ليه بدنا نطلب من الناس ان يغيروا؟ طب الناس غيروا عبر مش مجلس النيابة. انا مش عم لك انه الناس يغيروا، انا عم لك يزيدوا الناس اللي كل شوي بضلوا بالشارع يلي انشأت هذا المجلس النيابي اللي شاركت بوصول النواب. خليها هذا الناس كمان تروح تحط المسؤولين عند مسؤوليات، ولا شو انتخبت انت اللي انتخبت نواب، لا شو انتخبت انا باسم الناس، مش الناس كل يومين بتدق له شو عملت اللي شو عملت. بس اذا هذا النايب او هذا الزعيم او هذا الحزب ما قدر قام بالواجب تبعه، انا شو واجباتي؟ ليك شو عم يصير بفرنسا باليومين ثلاثة أو الأسبوع الماضي على 20 سنت بنزين، 20 سنت تقلي هيدي حجة أخذوها قيمة الناس وقعدت. نحن صار عندنا ارتهان للطائفة، ارتهان إذا بدك ارتهان للنق وارتهان لليأس، عندنا صار في ارتهان للأسف يعني. بدنا نخلي هيدي لا يمكن المقارنة بين لبنان وفرنسا يعني بالموضوع الضرائبي وموضوع الضريبي وموضوع المعيشة، مأمن كل شيء لهم زادولهم مثل ما أنت قلت، فلتوا الناس بالشارع، فلتوا الناس مش طيب. نحن عم بيصير فلتين المجرير علينا مثلا وبعدنا مش عارفين مين المسؤول كمان الناس ما حدا رح ليش مين رح ينعرف الناس ليك الناس حق تسأل والطالب صاحب المجرور مغرور معروف يعني. حق تسأل والطالب بالأفضل، وخصوصا من شخص اسمه العماد ميشيل عون صار رئيس جمهورية حطت أمالها كتير عليه. ولكن بنفس الوقت الناس لازم تعرف حقيقة المرة هي التالية الواقع، انه نحن محكومين بنظام اسمه نظام التوائف ودستور، وفي عندك آليات عمل. مش قادر رئيس الجمهورية يكون الحاكم المطلق، نحن مجتمع تعددي نظام طوائف، كل طائفة في عندها مسؤولياتها، ولكن من ضمن الحل الإمكانيات الموجودة بدنا نسعى كلياتنا ونساعد حتى نقدر نتوصل للكلياتنا نحن نتمنى. هذا واحد. موضوع الثاني موضوع أنه وضع حد لطموحات الوزير باسيل، حضرتك قلت قبل بشوي كل ماروني عنده هذا الطموح، وخصوص إذا كان من الناس ناجحين مثل الوزير باسيل. ولكن يا عمي ما هو سؤالي بنسأل، هل من المعقول انه شخص مثل الوزير جبران باسيل يفكر برئاسه الجمهوريه بعده العماد عون قاعد ببعبده؟ يعني في شيء في استسخاف اذا بدك، وفي نوع من احتيار لعقل الناس او حتى لا لا لا
لا لشخصيه جبران باسيل وطبيعه العمل، لانه انت عمل عم تحكي انت عندك رئيس جمهوريه بعد طويل ومتواصل ايه؟ عندك رئيس جمهوريه بعد طبع. عنده 4 سنين لقدام، من يدري شو رح يصير بعد 3-4 سنين لقدام. بترك الامور الواحد تجري، نحن عندنا بلد بدنا نشيله، عندنا حكومه لازم نالفها حتى يكون في عندنا انطلاقه حقيقه جيده لقدام قبل ما نفكر بهالتفاصيل هذه كلها. وزير جبران باسيل عامل خطط ومشاريع، خصوصا عم بحكي منطقة البترون انتقائية وشبابية وتربوية واجتماعية صحيح. وكذا عملها من 10 سنين عم تطبق هلا صحيح. هذا التخطيط، هذا التخطيط اكيد. ولما بيكون في تخطيط ما عم بقلك لا، ما عم بقلك دوره هو بالسياسة اللي عم بقومه كلهم عم بيبينوا. ليش لا؟ هيدي شغلة ما عم بقلك ليش شغلات. لا ليش لا شغلات بس مش هذا الهدف اللي حرفه الراس. ايه انا اللي عم بقلك اياه انه لما بيحكوا على رئاسة الجمهورية كانه لا سمح الله بده يصير شيء بكره. لا بعد انا هذا اللي عم بقوله بعد انه خلصونا يعني هذا الموضوع بعد 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 انتهاء الولاية حق مكتسب لكل الناس، حق مكتسب وشرعي لكل الناس، وطموح اللي بيعتبر حاله انه عنده امكانية انه يترشح لرئاسة الجمهورية اوكي فليكن يعلن عن نفسه. هلأ الوزير باسيل مش اعلن عن نفسه بهذا الموضوع. انا بدي اعتذر منك وبدي اشكرك. اول شيء عندك موعد، خرناك عن موعدك وبس. كمان يلي صاير لا اللي صار بخصوص موضوع الناس بالعكس العالم بدها تعرف، بدها تسمع 100% وبدها تسمع الوجهتين النظر. واليوم صحيح. بالفعل مشكورة زميلي لارا الهاشم قدرت وصلتنا وجهتين النظر، ولو كانوا شباب يعني رح يقتلوا بعضهم بس ماشي الحال، ان شاء الله بتنحل الامور وان شاء الله بيطبق القانون. هلا مش مثل اهم شيء يطبق القانون، ما يكون مثل المشروع الايدن باي ومشروع المجارير. هيدي نقطه هيدي لا عم بحكيها مش خايف العالم عم تتساءل يعني شو لك شو لك شو قصه الايدن باي رح تصير بعد شوي يعني مثل قصه دارفور ومثل قصه تشاد ومثل قصه الصحراء الغربيه يعني بالهيدا ما حدا رح يقدر يلاقي مين سكر المجرور، مين سكر المجرور؟ هيدي شغلة معيبة وهيدي ريحة بشعة مثل ريحة المجرور، ورح تضل هيدي الريحة ليجي حدا يسكرنا هالمجرور ويسكر الريحة ويرش شوية أخلاق وضمير تاع العالم يرجعوا يحسوا حالهم إن شاء الله بدولة. إن شاء الله. أنا بدي أشكرك سيد شكرا لك مرتين وجدد اعتذاري منك. لا بالعكس ولا يهمك، وبقول لك يعطيك ألف عافية الله يعافيك وتروح وترجع بالسلامة. شكرا 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 شكرا, شكرا مشاهدينا الكرام. بعد شوي بدنا نتسمع لبيان مجلس أعلى للدفاع من أبو عبده.